النهارده من اول ثانيه اقول بطل راجع. اسمعوا لي كده، لا النهارده يا جماعه هنبدا في اهم جزء في المنهج. ركزوا معايا، اللي فات ده حماده والبروتوزوا دي حماده ثاني خالص، ماشي؟ المذكره بتاعت البروتوزوا 170 ورقه كده. انت معاك الجزء الاول منها اللي هو حوالي 63 ورقه او 63 ورقه. دي بتاعت الحصه بتاعت النهارده والحصه بتاعت المره الجايه. يعني اللي معاك دي على حصتين بس. ركزوا معايا بقى، ركزوا معايا، احنا بناخد حصه واحده بس وانس ا ويك، فلازم ناخد فيها كميه محترمه. الناس اللي بتتكلم ورا ولسه واقفه، نقعد بقى لو سمحت. بروتو يعني واحد. بروتو زوة يعني كائنات وحيده الخليه. ركزوا معايا، الانترودكشن دي هي اهم جزء في كل البروتوزوا، هي اللي هنبني عليها كل بقيه البروتوزوا ان شاء الله. طيب بقول ايه؟ بروتو يعني واحد، بروتوزوا يعني كائنات وحيده الخليه. زي الاميبا اللي خدناها في العلوم او الساينس زمان. الاميبا دي عباره عن ايه؟ خليه واحده، مش كده؟ خليه حيوانيه واحده. فيها جدار من بره وفيها شويه ميه جوه وكرة سودة في النص كده. ايه شوية المية اللي جوه دول؟ السيتو بلازم. ايه الكرة اللي في النص دي؟ النيوكليس. والنيوكليس دي فيها الروح او القلب بتاع الخلية. كل الجينز بتاعت الحيوان ده اللي فيها النيوكليولس جواها. صح ولا ايه؟ نوية. اهو كل نيوكليس فيها نقطة صغيرة في النص كده، قلبها اللي هو الدي ان ايه بتاعها. كويس؟ يبقى النهاردة كل اللي هندرسه او كل البرازات اللي هناخدها عباره عن اونلي وان سيل. البرازات كله خليه واحده، عكس الديدان خالص. دي كانت هاير ليفلز، زيها زينا كده، يعني ملايين ومليارات الخلايا راكبه على بعضها. انما البروتوزوا كائن وحيد الخليه اللي هو زي الاميبا. طيب اول كلمه خدناها بروتوزوا، يعني ايه بروتوزوا؟ طب الخليه دي ليها شكل واحد ولا شكلين؟ ركز في الكلام ده، ماشي من غير ورق خالص، ماشي بدماغي، ما تدورش ورايا. واي حاجه ارسمها ترسمها عندك على طول، عشان بس ارتاح لسؤالي. ياه، هو احنا ايه اللي هنرسمه في البروتوزوا ايه اللي لا؟ مفيش رسمه بروتوزوا مش عليك. عكس زمان مثلا كره قدم تلقى خليك في الاكس انفكتد دايجنوستيك، الكلام ده اتلغى خلاص. جميع رسومات البروتوزوا ايا كانت صغيره او كبيره على حضرتك. عشان كده اي رسمه احطها على البورد ترسمها ورايا على طول، حتى لو كانت مرسومه واضحه قدامك ترسمها انت بايدك. ارجع تاني اقول، دي خليه واحده ولا كذا خليه؟ خليه واحده بس، بتقوم بجميع الوظائف الحيويه اللي في الدنيا. يعني بتعرف تمشي من مكان لمكان، وبتعرف تاكل، واكيد لما تاكل هتخرج فضلات زيها زينا بالظبط، صح ولا لا؟ يعني بتعرف تعمل موفمنت، بتعرف تعمل فيدنج، بتعرف تعمل اكسكريشن، اللي هو ايه اكسكريشن ده؟ اخراج ايه؟ الفضلات بتاعتها، نواتج الهضم اللي مش عايزاها. طيب بتعرف تتنفس، لكن معظمهم هيروبك، في بعضهم يروبك، مش مشكله خالص موضوع التنفس ده. بتعرف تتكاثر، تتكاثر سيكشوالي واسيكشوالي. اسيكشوالي احنا عارفينها، اللي اسمه سيكشوالي باينري او بينري فيشن. تقسم النيوكليس وتقسم السيتوبلازم نصين، دي واحده تبقى اثنين، اثنين يبقى اربعه وهكذا. اسمه اسيكشوالي ريبرشن. تخيل بقى خليه بتعرف تتجوز سيكشوالي، يعني خليه قصاد خليه كده. ده هنشوفه النهارده ان شاء الله. يبقى احنا عندنا ينفع الخليه دي تعمل حاجتين، سيكشوال واسيكشوال ريبرودكشن. الخليه دي بتعمل حاجه ثانيه غير الاكسكريشن اسمها سيكريشن. طب في فرق بين الكلمتين؟ طب حد يقول الفرق بسرعه كده؟ اخراج وافراز، اه صح كده. اكسكريشن يعني اخراج حاجات انا مش عايزها. زي البني ادم كده، العرق ده احنا عايزينه حاجه؟ لكن لازم نخرجه في فضلات. اليورين نفس القصه. هل اليورين ده مهم بالنسبه لنا؟ لا، ده فضلاتنا احنا بنخرجه زي السموم اليورين والعرق والكلام ده. طب عندنا احنا بقى سائل مثلا زي السلايفا، هل ده فضلات مش عايزينها؟ لا، ده اول سائل مهم للهضم، صح ولا لا؟ اهو السلايفا عندنا اسمها سكريشن، انما اليورين عندنا اسمه اكسكريشن. فهمتوا قصدي؟ يبقى اكسكريشن اخراج ماده انا مش عايزها مقرفه، انما السكريشن اخراج ماده تنفعني في شغلي في حياتي. فهمت ولا لا؟ الخليه اللي ورايا دي انا رغم انها خليه واحده بتعمل سكريشن.
سيكريشن لايه؟ لانزيمز اسمها بروتيوليتيك انزيمز. بروتيو يعني بروتين وليتيك يعني لايسز. فهمت تعمل الفراز ده؟ بيسيح البروتين. بروتين يعني شويه، يعني مثلا لو هي قاعده في الانتستين عايزه تاكل، بتاكل بروتين حي كده، تجيبه منين ده؟ تروح تبخ لك الماده دي اللي اسمها ايه قلت؟ بروتيو ها؟ ليتيك يا ابني انت هتفهمه؟ انزيم. تبخها على ايه؟ على الحيطه بتاع الانتستين على الميكوزا، يقوم البروتين يسيح صح ولا لا؟ تقوم عندهم الانجاوز مش هتطور تلاقي. يبقى استفادت من الانزيمز ولا لا؟ ده سلاح بالنسبه لها، بتاكل بيه صح ولا لا؟ تحرق الانتستين سلاحها تاكلها وتعمل لك كانسر مكانها. هو عبد الله فين اهو؟ عبد الله في كده ف عمال يكتب عمر بالواو عبد الرحمن غير الف لام. معلش معلش هنفهمه حضرتك هنعلمه وانت من اولها كده يا سلام. اولها سلام يا دكتور. لا 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 طب هو بس طيب والله عايز اكمل بس بتقول ايه؟ اه محمد السكريشن اللي هو بروتيوليتيك انزيمز ده سلاح بتستخدمه عشان تاكل بيه، عكس الاكسكريشن خاصه هو الفضلات اللي هي مش عايزاها. طيب احنا بتعمل ايه بقى؟ موفمنت وبتعمل فيدنج وبتعمل ريبرودكشن وبتعمل كمان ايه؟ سكريشن. بتعمل كام وظيفه كده في الاخر لازم يترسموا هقول لكم انا برسمهم. طيب الخليه اللي بتعمل كل الحاجات الحلوه دي ليها شكل واحد ولا شكلين؟ الكلام ده في منتهى الاهميه. ليها شكلين، ركزوا معايا بقى، شكلين. يبقى سيادتك على الصفحه اللي بترسم فيها اللي هي البيضه تقسم لي الصفحه نصين بالعرض من غير ما تقسم ولا حاجه، قصدك بالعرض يعني. عنوان فوق كده بروتوزوم. ايه عنوان؟ بروتوزوم. وتروح مطلع منه السهم الاولاني كده، ده الشكل الاولاني للخليه وده الشكل الثاني للخليه. دكتور العربيه ضد العربيه. الشكل الاول بتاع الخليه اسمه برو فو زويت. كلمة دي هي حياتنا في البروتوزوم. هنبتدي الكلمة دي طول ما احنا شغالين. كلمة دي مهمة جدا. تروفوزويت الشكل الأول للخلية. الشكل الثاني اسمه سيست الحوصلة. ركزوا معايا. يبقى الخلية بتاعت النهاردة اللي اسمها بروتوزوم دي ليها كام شكل؟ عايزك تحفظ معايا زي ما كنا بنحفظ زمان. قول ليها كام شكل؟ شكلين، شكل اسمه تروفوزويت، والشكل التاني اسمه سيست. تروفوزويت ده ليه اسم تاني، اهو في جي تي تيف فورم. فيجيتيتيف فورم، فيجيتيتيف يعني اكتف يعني نشيط، اكتف يعني فيجيتيتيف دي نشيط او اكتف. يبقى عشان خاطري النهارده البروتوزوا عباره عن كائن وحيد الخليه ولا متعدد الخلايا؟ ردوا وحيد الخليه، الشكل واحد ولا شكلين؟ شكلين، واحد اسمه سيبنا الكلمه الثانيه دي تروفوزويت والثاني اسمه سيست. مين جوه جسمك ومين بره جسمك؟ ده اللي جوه الجسم. ده اكتب عليه من فوق انسايد ذا بادي بتاع الديفينيت الوسط بتاعه. انما دي اوتسايد ذا بادي دي بره جسم الانسان. وهنفهم يعني ايه دي جوه ودي بره. طيب ايه الشكل العام بتاع الخليه اللي اسمها التروفوزويت دي؟ مش انا قلت ده بيعرف يمشي وبيعرف ياكل ويخرج فضلاته ويعرف يفرز انزيمات يحرق بيها الانتستين ويعرف يتكاثر صح ولا لا؟ مين اللي بيعرف يعمل كده؟ الشكل ده ولا الشكل ده من الكلام كده؟ اكيد ده عشان اسمه فيجيتيتيف، اسمه اكتف، النشيط اللي عنده القدره على احداث فعل جوه جسمك. انما ده ضعيف بره الجسم. يعني ده لو وقع في الاسطول، ما شوف الانتستين بقول، طبيعي ينزل مع الاسطول. وقع فين؟ في الشارع. ده ما يستحملش الباد انفيرمنتال كونديشن. يموت، يقوم يتحول لايه؟ عشان يقدر يعيش. لسيست. عشان كده ده اسمه بره الجسم وده جوه الجسم. طب لو في واحد اكل السيست دي فاكله ملوثه تخش جوه بطنه وتروح قلبه على ايه؟ على التروفوزويت من جديد. فهمت يعني ايه جوه جسم بره جسم؟ يعني تيجي بتنزل مع البراز في الشارع بره
وتحمي نفسها بالجدار من الشمس والقلق والبتاع، لكن اول ما تتاكل وتخش جسم واحد جديد ردوا عليا يطلع منها مين تاني؟ الكروموزومات يعمل الاكشن جوه الجسم. فهمتوني؟ يبقى ده اللي جوه الجسم اللي بيعمل كل الوظائف دي، اللي بره الجسم الدورمنت اللي مستنيه حد ياكلها. خد بالك من الكلام؟ كنت بتاخد معلومتين في منتهى الاهميه، مستنيه حد ياكلها. يبقى دي الانفكتيف ستيج سيست ولا تروفوزيت سيست، وياكلها ادي المودفيكيشن بتاع النهارده، صح ولا لا؟ يبقى وات ذا انفكتيف ستيج النهارده، تروفوزيت ولا سيست؟ سيست. وات ذا مودفيكيشن؟ انجستشن اوف سيست ان كونتامينيتد فود او درينك، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طب واحد غبي ورا الشجره وراح جايب السيست بتاعته جيله على بقه، ده اسمه ايه ده؟ اوتو انفكشن. يبقى النهارده كام مود اوف انفكشن؟ اثنين، ياكلها في اكله ملوثه، ياكلها في ايدي الملوثه، يبقى اسمه اوتو انفكشن. فهمتوني؟ حلو قوي. الرسم بقى ده شكله ايه؟ واللي هناك دي شكلها ايه؟ ركز معايا بقى عشان دي من اهم رسومات حياتك. مبدئيا هي بتبقى ريجولار ان شيب، حاجه كده مش منتظمه، كويس؟ ادي الخليه اهي، انا مكبره عشان الكل يشوفها. ادي الجدار الخارجي بتاع الخليه. انا هطول قوي الانترودكشن دي عشان هي اهم حاجه. ركز معايا بقى. الجدار الخارجي بتاع الخليه او بتاع التروفوزويت ده اسمه بيري سيست. او ساعات نسميه، ما هي هتبقى سيست بعد كده. او ساعات نسميه بيري بلاست، بلاش الكلمه دي تتلخبط. خليها بيري بلاست. بيري بلاست. المحيط بالخارج. طيب قلت لك في حاجتين هنا اهو، شويه ميه فلويد وكوره في النص كده، اللي هما مين ومين؟ السيتوبلازم والنيوكليوس. السيتوبلازم بتاع التروفوزويت بيبقى مقسوم تو زونز، يعني منطقتين، منطقه خارجيه من بره كده ومنطقه داخليه في النص كده. بفصل ما بينهم بالنقط دي او بالجنكشن ده، ترسم نقط كده بينها وبين البيري بلاست حوالي 2 سم حاجه زي كده، كويس؟ يبقى انا عندي تو زونز اوف سيتوبلازم، خارجي وداخلي. الخارجي بيبقى اندر مايكروسكوب كلير تماما، ابيض زي ما انا رسمه كده. انما الداخلي بيبقى جرانيولار، منقط كله كده. بس انا مش هنقطه كله كده عشان لسه هرسم حاجات هنا. دكتور لازم تكون حته كده تحت ولا؟ اه طبعا، زي ما انا راسم بالظبط، الناس اللي راسم اي كلام، انا راسم دي عن عمد. دي رجله اللي هيمشي بيها، عارف اسمها ايه؟ سودو بودي. ايوه كده. انا بقول اللي هرسمه تنقشه عندك، مش عايز التاتش بتاعك خالص. دي ترسمها. يبقى نقول يا جماعه عندنا تو زونز اوف سيتوبلازم، خارجي وداخلي. الخارجي ده بسميه اوتر كلير اكتو بلازم، انما الاخير بنسميه انر جرانيولار اندو بلازم. يبقى احنا عندنا السيتوبلازم اوتر وانر، اوتر رفيع، انر كبير، اوتر كلير، وانر جرانيولار، اللي هم على بعضيهم الاثنين هم دول السيتوبلازم. طيب ركزوا معايا بقى، الحته الجايه دي مهمه. عندي في نص الكوره اسمها ايه؟ نيوكليوس. اهي ادي النيوكليوس. النيوكليوس دي يا شباب فيها قلت لك الروح بتاع الخليه، كل المعلومات الوراثيه اللي اسمها دي ان ايه، هنا في النص كده اهي. الدي ان ايه دوت بتاع الخليه هو قلبها، هو عمرها، هو اللايف بتاعتها، هو اهم حاجه في الخليه دي، قاعد في قلب النيوكليوس. الدي ان ايه الاسود ده اللي جوه النيوكليوس راخر ليه شكلين، يا اما متسنتر في النص على شكل دارك ماس كده، يا اما متنطور على النيوكليير ممبرين من بره على شكل حبيبات رفيعه كده. اللي جوه دي اسمها ايه والحبيبات دي اسمها ايه؟ اللي جوه دي اسمها كاريوسوم. اسمها يا شباب كاريوسوم. والحبيبات اللي بره دي اسمها بريفرال كروماتين. رقم اثنين النهارده مهم، رقم اثنين ده علامه مبدئيا كده،
عند كام شكل من خلايا البروتوزوا؟ شكلين برضو حيناموا، شكلين اللي هم ايه او ايه؟ تروفوزويت وسيس، ادي اثنين اهو، ادي رقم اثنين. طب التروفوزويت ده السيتوبلازم مقسوم الى اثنين زونز، اوتر كلير اكتوبلازم وانر جرانيولار اندوبلازم. طب النيوكلس فيها شكلين للدي ان ايه؟ ايه وايه؟ كاريوسوم في النص او بريفرال كروماتين. حلو قوي. الكروماتين ده هو النيوكلس. ايوه هو لو زمان بنسميه نيوكلس نويه. بس انت بقى كلمه نيوكلس دي خلاص بقى اسمه كاريوسوم. دكتور النوايا اما النيوكلس يا اما الشكل ده يا اما الشكل الثاني صح؟ ما ينفعش الاثنين مع بعض اللي هو البريفرال كروماتين. لا الاثنين مع بعض. هي فيها سنتر كاريوسوم والبريفرال كروماتين مع بعض. كويس؟ طيب اسمعني بقى اسمعوا. اكمل بس الحته دي. النيوكلس دي اخرى ليها شكلين. خليك معايا رقم الاثنين ده خطير. يا اما بص لي كده نيوكليس زي رسمتها بالظبط فيها كاريوسوم صغير كده، يا اما النيوكليس فيها الكاريوسوم كبير جدا اب تو ان هو لامس النيوكليس ميمبرين، يعني نيوكليس مقفوله بالشكل ده. الاسود التخين اللي في النص ده اسمه كاريوسوم برضه بس كبير جدا لدرجه انه قافل النيوكليس. يبقى ده شكل النيوكليس ده شكل اخر. الشكل ده اسمه ايه؟ فيزيكيولار نيوكليس. ده اسمه ايه؟ اسمه كومباكت نيوكليس او نسميها كوندنسد نيوكليس او نسميها ماسيف نيوكليس. احنا عندنا شكلين من النيوكليار. لو الكاريوسوم صغير وسايب حواليه مساحه جواها يبقى اسمها ايه؟ يعني نيله اسمها ايه؟ فيزيكيولار نيوكليس. طب لو مقفوله خالص يبقى اسمها ايه؟ كومباكت او كوندنسد او ماسيف. الكومباكت دي اهم واحده فيهم عشان لو انت هتلخبط خلاص خليها فيزيكال كومباكت ودماغك. يبقى رقم الاثنين ده خطير ويا انت النهارده هتحفظ يعني هتحفظ شكلين للسيس للبروتوزويت يا اما تروفوزويت يا اما سيس. التروفوزويت عنده اثنين سيتوبلاز بره وجوه. بره اسمه ايه؟ اكتوبلاز. جوه اسمه اندوبلاز. النيوكليس عندها شكلين الدي ان ايه؟ كاريوسوم وبريفرال كروماتين. النيوكليس نفسها عندها شكلين حسب حجم الكاريوسوم يا فيزيكولار يا كومباكت. كل البروتوزوا فيزيكولار ما عدا واحده بس هناخدها النهارده كومباكت اخر حصه خالص. طيب هنقول بقى البتاعه دي بتعرف تمشي صح؟ بتمشي من مكان لمكان. بص كده لو دي تروفوزويت اهو وعايز ياكل حته البروتين دي هيروح متحرك في الاتجاه بتاعها. يتحرك ازاي؟ يمد حته بيري بلاست قدام كده في الاتجاه اللي عايز يروحه. يعني الجدار ده يتمد شويه كده يقوم يتدلق فيه ايه؟ طبيعي الفلويد اللي هو اسمه ايه؟ السيتوبلازم كله يتدلق كده والنيوكليس تروح معاه تتدلق كده. وعلى قد ما تمد من ناحيه دي على قد ما هينقص ويتشطب من ناحيه دي. فهمتوني ولا لا؟ ايوه. الحركه دي يفضل يعملها لحد ما يقرب ويوصل لمين؟ لحته الاكل اللي عايزها. ادي اول طريقه للحركه اسمها امي بوينت موفمنت اللي استخدم فيها الرجل الغريبه دي. دي رجل بجد بصوابع ولا سودو؟ سودو. عشان كده بنسمي الرجل دي يا شباب سودو بوديا. ادي اول وسيله حركه من ثلاث وسائل. الوسيله الاولى اسمها سودو بوديا والحركه اسمها امي بوينت موفمنت. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ طب لو ربنا مش مدي سودو بوديا للتروفوزويت يمشي ازاي؟ هو لازم يمشي عشان يروح ياكل صح ولا لا؟ يديله طريقه ثانيه. خد بالك يا دي يا اللي جايه اللي بعدها. يعني مفيش حاجه اسمها التروفوزويت يمشي بكل الطرق. لا يمشي بسودو بوديا ما عندوش ربنا يديله غيرها. ايه غيرها دي؟ يديله ايه؟ شعر رفيع كده خارج من كل السطح بتاعه. الاوريجن بتاعه في الاكتوبلازم والشعريه خارجه بره البارازايت. زي الميراسيديان فاكرينه؟ كان حواليه شعر. والكوراسيديان كان حواليه شعر. ايه الشعر ده اسمه ايه؟ سيليا. برافو عليك. يبقى الشعر ده يا شباب اسمه سيليا يعني الاهداف. دي تاني وسيله للحركه. يبقى البارازايت اللي ما عندوش سودوبوديا عنده ايه يا شباب؟ عنده سيليا. مفيش واحد عنده الاثنين ما ينفعش. يا دي يا دي. طب بارازايت ثالث مختلف عن الاول والثاني ولا عنده سودوبوديا ولا عنده سيليا يتشل يعني ولا يمشي؟ يمشي راخر. يمشي ازاي؟ ربنا يديله كرابيك طويله قوي بس الاورجن بتاعها جوه بقى في الاندوبلازم. اهي دي بقى اسمها الاصوات او كرابيك فلا جلي.
تمام كده. تشيل لي الطريقة التالتة للحركة، يبقى أنا عندي كام طريقة للحركة؟ تلاتة. مفيش حاجة اسمها كذا وكذا وكذا. يا إما دي يا إما دي يا إما دي. قول بقى يا إما إيه إيه إيه؟ يا إما سودوكوديا، يا إما سيليا، يا إما فلاجيلي. إيه الفرق بين السيليا والفلاجيلي زي ما أنت شايف كده؟ واحد الأورجن. خارج من الإندوبلازم تبقى السيليا، خارج من الإندوبلازم تبقى الفلاجيلي. اثنين الطول، السيليا قصيرة جدا، الفلاجيلي طويلة جدا. ثلاثة السيليا بتبقى from the wall surface of the parasite. بس عشان ما اخلص الالم بس مش عارف ارسم ده كله. يعني طبعا كل حته سيليا لما يكون سيليت. انما الفلاجيل تبقى خارجه من اتجاه واحد بس. وعددها قليل جدا، سبعه ثمانيه، انما السيليا ممكن تبقى الافات. فهمتوني؟ فهمتوا حاجه؟ ده الفرق بين السيليا والفلاجيلي، وطبعا غير خالص السودوكوديا. يبقى انا عندي ثلاث وسائل الحركه. اول مره اخترت رقم اثنين واغير رقم اثنين ده، صح ولا لا؟ كل حاجات الاثنينات ما عدا وسائل الحركه كام؟ ثلاثه، يا اما سودوكوديا يا اما سيليا يا اما فلاجيلي. وطبعا اللي يمشي بسيليا بسميه سيليت، واللي يمشي بفلاجيلي بسميه فلاجيليت، واللي يمشي كده بسميه اميليت. فهمتوني؟ سهل الكلام؟ طيب ادي عرفنا انه بيتحرك ازاي. طب الاخ ده عشان يتحرك ايه هدفه من الحركه؟ انه ياكل، صح ولا لا؟ اهو اتحرك الحمد لله على السلامه، ووصل لمين؟ لحته البروتين، حته مهمه جدا. عايز ياكلها بقى، ياكلها ازاي؟ يستخدم السودوكوديا بتاعته، بص كده. يروح مادد رجل طويله كده ورجل ثانيه طويله كده بالمنظر ده زي الكماشه، عشان ايوه الانجلفمنت او الفاجوسايتوزز، عشان يروح قافش حته البروتين. بس لسه في خرمه هو ممكن تهرب منه، صح؟ يروح ضامم الرجل دي على الرجل دي بس كده، اصبحت حته البروتين جواه، صح ولا لا؟ كده كلها خلاص. يبقى كده استخدم ايه في الاكل كمان؟ السودوكوديا. يبقى السودوكوديا ليها وظيفه واحده ولا وظيفتين؟ وظيفتين. اول وظيفه الموفمنت، ثاني وظيفه الفيدنج اللي هي باي انجلفمنت، صح ولا لا؟ سهل الكلام؟ طب خدت بالك بسرعه، حته الاكل جوه السيتوبلازم نفسه ولا جوه فاكيول؟ جوه فاكيول. او الفاكيول ده مهم جدا، بيترسم كده سيب لون تاني اهو بالازرق كده. يبقى هنا جوه السيتوبلازم دايما الاقي فاكيولز. الفاكيولز فيها اكل، فاكيولز فيها اكل. يبقى سميها ايه يا شباب؟ فاكيولز فيها اكل، فود فاكيولز، بس فود فاكيولز. يبقى احنا عندنا كمان طلعنا حاجه جديده، ان الاقي فراغات جوه السيتوبلازم وجوه التروفوزويت مخزن فيها الاكل بتاعه عشان لما يجوع ياكلها. اسمها ايه الخزانات دي؟ فود فاكيولز. جت عن طريق ايه؟ الانجلفمنت او الفاجوسايتوزز، صح ولا لا؟ حلوه بقى. طب لو ما عندوش سودوكوديا ياكل ازاي؟ فيش انجلفمنت ده، يعمل ايه ده؟ يعمل حاجه اسمها ابزوربشن. يروح شافط كل الفلويدز اللي حواليه، يشفطها جواه ويفلترها. الحلو يستخدمه ويطلع بيه طاقه، الوحش يخرجه بالاكسكريشن. يبقى اللي ما عندوش سودوكوديا مش هيعرف يعمل انجلفمنت، صح؟ يموت من جوع؟ لا، يشفط. يشفط اسمها ايه؟ ابزوربشن. فهمتوني؟ يبقى عندنا وسيلتين للاكل، رقم اثنين هرجع له ثاني اهو، وسيلتين للاكل. ايه هي ايه؟ يا انجلفمنت باستخدام السودوكوديا، يا اما ابزوربشن باستخدام السطح كله. فهمتوني؟ طب ربنا اكرمه واكل، عايز يخرج فضلاته، اسمها ايه الحركه دي؟ اكسكريشن، صح؟ اسمها ايه؟ اكسكريشن. يخرجها بوسيله من اثنين برضه، يا اما عكس الابزوربشن اللي اسمها ديفيوجن، يعني يخرج فضلاته من كل السطح برضه زي ما شرب زي ما خرج، كويس؟ يا اما يجمعها كلها في فاكيولز جديده، هرسمها باللون الاحمر اهي، وحشه حمراء يعني وحشه، خطر، فيها ايه؟ فيها سموم مش عايزها. دي بقى فاكيولز فيها زبالته، زي اكياس الزباله اللي في الشوارع، عايز يخرجها بره، صح ولا لا؟ يبقى دي اسمها ايه فاكيولز؟ اكسكريتوري، برافو عليك، اكسكريتوري فاكيولز، صح ولا لا؟ يبقى الحمراء دي برضه مناطق فاكيولز، بس فيها الحاجات الوحشه اللي مش عايزها. بتخرج الفضلات، عشان كده اسمها اكسكريتوري.
فاكيولز اكسكريتوري فاكيولز مهمه قوي 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 المعلومات دي. رقم 2 طلع لي ثاني اهو، عندي كام نوع من الفاكيولز جوه؟ 2 اللي هو ايه؟ فود فاكيولز اكسكريتوري فاكيولز. برضو عشان نخرج مش محتاجين نذاكر، البروتوزوا دي فيها كام شكل؟ اللي هو ايه؟ بروتوزويد وسيستم. مين جوه الجسم؟ اللي هو بيعرف يعمل كل حاجه شرحتها دي، مين؟ تروفوزويد. وطالما بيعرف يعمل كل حاجه بقى اكتف ولا خامل كده عاملين؟ اكتف اكتف يعني ايه؟ فيجيتيتيف فور، كويس؟ طيب عندي الشكل ده اللي اسمه تروفوزويد، عنده سيتوبلازم زوم واحد ولا تو زومز؟ اللي هم اوتر غير اكتوبلازم وانر جرانيلر اندوبلازم. عندنا النيوكليس ليها كام شكل؟ اثنين، يا اما فيزيكولار يا اما كومباكت نيوكليس. طب الفيزيكولار دي فيها ايه في النص؟ كاريوسوم. وفيها ايه على الطرف؟ بريفرال كروماتين اللي هم الدي ان ايه تحت. عندي كام وسيله حركه؟ ثلاثه، اللي هم يا اما سودوكوريا يا اما سيليا يا اما فلاجيل. عندي كام وسيله اكل؟ اثنين، يا اما انضمام استخدام سودوكوريا يا اما ابزوربشن من كل الصرف. عندي كام وسيله اخراج؟ اثنين، اللي هو خرج من كل ديفيوجن يا اما استخدم ايه؟ الاكسكريتوري فاكيولز. عندي كام؟ عندي كام فاكيول؟ ها؟ عندي كام نوع فاكيول؟ اثنين، اللي هم فود فاكيول، ده حاجه حلوه مش كده؟ والثاني اسمها ايه؟ اسمها ايه يا شباب؟ الاكسكريتوري فاكيولز. عايز ايه؟ دكتور هو بالنسبه للسودوبوديا بتطلع الاول البيري سيست وبعد كده البيري بلاست. البيري بلاست اخلص. راح كده؟ اه بعد كده كيلو، بعد كده بالظبط كده. اه اه ما انا قلتها لك اهي، كل ده كيلو اهو اكتب لازم وادي الاندو لازم. طيب خلاص ادي الايه الحته اللي اخر، ركزوا معايا، اخر وظيفتين الريبرودكشن والتحوصل. التحوصل نفسه وظيفه، يعني عشان ده يقلب على دي، ما هو وظيفه صح ولا لا؟ التكاثر ده هناخده واحده واحده مع كل غزاله، كانك مش شايف خالص المذاكره. ناقص بقى اخر وظيفه اللي هي ايه؟ التحوصل دي. الاخ ده بيبقى قاعد في اللارج انتستن بتاع حضرتك، عمال يبخ الاف بتاعه اللي اسمه بروتيوليتك انزايمز. بيبخها ليه؟ عشان يسيح لك الانستاينال وول وياكل اللي ساحته البروتين اللي ساحته، يعمل له انجلفمنت. فهمتوني؟ طب سهل جدا. طول ما هو قاعد في الانتستن هو مبسوط، مفيش مشكله، والدنيا فيه فلويد وفيه ديوميتي والحياه زي الفل، صح ولا لا؟ فهيفضل على شكل تروفوزويد زي ما هو. العدو الاول للتروفوزويد ده هو العدو الاول لكل البارازايتس. فاكر اللارفات لما كانت بتقلب من رابيتي فورم لفلاري فورم لما تخاف من ايه؟ من الدراينس، فاكر؟ لما تنشف الميه حواليها تترعب، نفس القصه هنا. لما التروفوزويد تنشف الميه من حواليه يترعب، يموت؟ لا، يروح قلب على ايه؟ على سيستم. يبقى امتى التروفوزويد بيقلب على سيستم؟ في الباد انفيرمنتال كونديشن مينلي درايز. طب هل درايز بيحصل في منطقه معينه في جسم حضرتك في لارج انتستين؟ هسالك سؤال مهم جدا. ايوه الكول، واحده واحده داخلين معايا. احنا لما بنعمل ديفيكيشن الستول بتاعنا على طول بيبقى اسهال ميه ولا متماسك؟ ليه متماسك؟ مع انه كان ميه قبل كده حصل ابزوربشن للميه بالكامل من الستول ده فين؟ في السيجمويد كولون والريكتم. شفت الميه خالص من السول فينزل متماسك على شكل الريكتم، صح ولا لا؟ اللي هو السلندر. طيب خليكم معايا. يبقى في باد انفيرمنتال كونديشن بتحصل فين؟ ايه باد انفيرمنتال؟ في دراينز بيحصل فين؟ في السيجمويد كولون والريكتم. يعني الاخ ده عمال يلعب مع اصحابه اللي اسمه تروبوزويد ده ويتنطط ويلعب مبسوط خالص بقى في اللارج انتستن، 10 اتدحرجوا غلط وقعوا تحت مع الاسطول تحت فين؟ في السيجمويد كولون والريكتم. هم ايه اللي شاف من حواليهم؟ الميه. يخافوا ولا ما يخافوش؟ يترعب على طول. يروح قالب within minutes او within seconds كمان على ايه؟ على تيست. يعني التحوصل ما بيحصلش بره في الشارع، لا ده بيحصل اثناء نزول الاسطول من البني ادم. فهمتوني؟ يروح بسرعه هو ربنا مبرمجه، اول ما الميه تنشف حواليك يا عم التروفوزويد تروح قالب على ايه؟ على سيست، عشان لما تقع في الشارع بره تبقى بروتكتد. فهمتوني؟ يبقى التحوصل من تروفوزويد الى سيست بيحصل في الشارع بره، بيحصل فين؟ اثناء النزول في السوق. فهمتوني؟
فين بالتحديد؟ طاقة في السيجمويد كولون والريكتم قبل ما يخرج الاسطول على طول، في المنطقة اللي بيحصل فيها كومبليت ابسوربشن للمية. فهمتوني؟ فهمتوا ولا لا؟ ايوه. طب الحمد لله. بص يا ريس، ده بيقلب على سيست ازاي؟ بالرسم كده. انا هاخدها واحده واحده. بص يا سيدي، اول حاجه اول ما احس ان الدنيا نشفت حواليه، امسح بس الكلمتين دول، يروح لامم نفسه بقى. اقول ايه؟ نلم نفسنا خالص، احنا هنقع في الشارع، صح ولا لا؟ يعني هنخش على مرحله الخطر اللي هي بين هوست وهوست تاني. فهمتوني؟ يروح لامم نفسه خالص كده، لامم نفسه اهو، يصغر كده. وايه الحته اللي باقيه بارزه دي؟ ايه دي؟ دي مين اللي مارس؟ وادي النيوكليوس بتاعتي، هقسمها لاثنين نيوكلياي بالسمبل باينري ديفيجن. بقول لك ايه دلوقتي؟ خليك معايا لو سمحت. بعد شويه يلم نفسه قوي كده اهو، والنيوكليوس رقم واحد دي، ما دي واحد نسميها واحد، دي نسميها اثنين، تتقسم لاثنين اهو، تبقى واحد وواحد، اثنين زي ما هي اهي. وبعدين يلم نفسه خالص كده اهو، ويتخن الجدار بتاعه تماما، يعني ان احنا بنرسم نخلي الجدار بتاع الاخيره دي مش دبل، مش اثنين ورا بعض، لا تخليه تخين وبس، يعني سويه لي كده. هو بيتخن كده ليه ده؟ عشان تحميه من الشمس والجفاف اللي بره في الشارع، صح؟ والنيوكليس اللي كانت متاخره في الديفيجن رقم اثنين تعمل ايه؟ تتقسم هي واخرى، فندي في الاخر ناتج كام نيوكليس؟ اربعه نيوكليون، وكل واحده فيها السنترال كاريسون والبريفرال كروماتين بتاعها، وكل واحده فيها السيتوبلازم بتاعها عادي. ملحوظه مهمه جدا يا ابني، بطل راجل ورا، مش معقوله كده. لو سمحت، السيتوبلازم انا قلت لك مقسوم الى تو زونز، ايه وايه؟ اوتر كلير اندوبلازم وانر جرانيولار اندوبلازم. هذا الكلام ينطبق على التروفوزويتس بس. السيست دايما بتبقى كامله، يعني ما فيهاش غير جرانيولار سيتوبلازم، ما فيهاش اكتو اندو. السيست ما فيهاش اكتو اندوبلازم يا شباب، مهمه قوي قوي في الرسم الكلام ده، يعني هترسم النقط دي من اول الجدار لاخر الجدار، ما فيش اكتو اندوبلازم في السيست اهو. خليك معايا لو سمحت. اللي انا رسمته ده الاربع مراحل دول اسمهم انسيستيشن، التحوصل، الوظيفه الاخيره اللي بيأديها التروفوزويت لما بيخاف من الجفاف. الوظيفه دي بتحصل فين؟ في الشارع بره؟ لا، اثناء نزول الاسطول من بني ادم، صح ولا لا؟ فاهمني؟ حلو جدا. انا اخلي دي واحد، واخلي دي اثنين، واخلي دي ثلاثه. واحد واثنين دول بسميهم بري سيستس، ما قبل السيستر ايه؟ الزغلوله الكبيره الاخيره مربعه دي. والمربعه اللي في الاخر دي بسميها ماتيور كوادري نيوكليتد سيستس. يا شباب، ماتيور كوادري نيوكليتد سيستس اللي هي الاخيره خالص دي، هي دي لما بتنزل في الاسطول وبياخدها شخص تاني يتعدي بيها، هي دي اساس العدوى. شايفها في الاخر دي؟ اسمها ايه؟ ايوه، الماتيور كوادر نيوكليتد سيست. لو سمحت حط تحتها كلمه انفكتيف ستيج. ثانيه واحده، قول لي السؤال كده تاني. بتتقسم ليه؟ بص، ايه المهم جوه التروفوزويت؟ النيوكليس. وايه المهم في النيوكليس؟ الدي ان ايه بتاعه، صح ولا لا؟ مش في مثل احنا بيقول لك ما حدش شيل البيت كله في سله واحده، قسمه على كذا سله عشان لو واحده اتكسرت يبقى فيه سبير. هو ربنا برمجه على كده. ممكن السيست دي تقعد في الشارع اسبوعين ثلاثه مش لاقي حد ياكلها، صح؟ فتموت دي وتموت دي وتموت دي، لسه دي هتموت، يروح واحد واكلها وعامله شغل. فهمتوني؟ يعني بيقسم الدي ان ايه بتاعه على كذا حاجه، فهمتوني؟ سبير مش اكتر من كده. فهمتوا؟ ده اللي مكتوب كتفسير في جميع الريفرنسز. بيقسم الدي ان ايه ساعات على اربعه وساعات على ثمانيه حسب كل برازيل. فاهمين يا شباب؟ كسبير هي واحده بس تقوم بالواجب. لان الرئيسي ده عنده كام واحده؟ واحده.
فانا عايز واحده بس من دول تكون عايشه لما تتاك، صح ولا لا؟ فهو بيخلي لك اربعه بيامن نفسه، فهمتوني؟ بس دكتور هو لو بعد كانوا مع بعض صح؟ او في نفس الوقت؟ لا في نفس الوقت يعني، ولا في نفس الوقت حاجه اثنين وبعد كده يبقوا ثلاثه مع بعض، بس بياخدوا ويك مينتس يعني. دي اللي ماشي، الاربعه دول مع بعض يكونوا موجودين بره. دي الفيزا في الاخر موجودين الناس كلهم، ما لو واحده خالص الاربعه نفس المكونات نفس الحاجات اللي فيها بتموت، مع بعض بتموت، بتخلي نفسها دي نفسها ممكن تموت، تموت خلاص اصبحت غير صالحه للديفيجن بعد كده، ممكن دي تموت، ممكن دي تموت، اللي فضل لو لسه عايشه واتاكلت تعملها تموت. بس فهمتوني؟ عايز اكمل بقى؟ لا عايز اكمل بقى بعد الصبح لو سمحت. الحركه دي اسمها ايه يا شباب؟ ان انضح دخول السيس انسيستيشن. بتبقى بره جسم ولا جواه؟ جواه. فين بالظبط؟ السيجمويد تونر ريتم، وهي السكون نازل في الشارع، صح ولا لا؟ طيب دكتور لو انا خدت عينه السكون من العيان الاقي فيها ايه؟ تروزيت ولا سيست؟ الاقي دي او دي او دي، صح ولا لا؟ يبقى الثلاثة دول ينفع اسميهم ايه؟ دايجنوستيك ستيج. الله، يبقى في كمان وظيفة تانية احطها للسيست، هي ايه يا دكتور؟ دايجنوستيك ستيج، مش هي دي يا شباب اللي بتقع في السكول تبقى دايجنوستيك، وهي اللي بتنقل العدوى من شخص لشخص يبقى انفكتيف، صح ولا لا؟ يبقى وات از انفكتيف اند دايجنوستيك ستيج النهارده في الشكلين السيست، صح ولا لا؟ مين يا جماعه الانفكتيف ستيج؟ السيست. مين الدايجنوستيك ستيج؟ السيست. ممكن دول تعرف دول بالمساواه ما تلحقهمش، نشوف دي في الاخر، ماشي؟ طيب تاني مين يا جماعه الانفكتيف؟ اللي تاخدها دبانه من السكول بتاع عيان الاكل بتاع سليم انت تست. مين يا جماعه الدايجنوستيك اللي بتقع في السكول بتاع الراجل؟ السيست، صح ولا لا؟ ما ده هي مش لازمه خالص. لا ده كل الشغل ده سالون، ده اللي بيقعد يخرج من التست من جوه، يعني ده اللي بيعمل الباثولوجي جواك، صح؟ ده اللي هيعمل كل الاشراح اللي داخل الحس ده، دي في الشارع بس نقل عدوى خالص. لكن القصه اللي في جسمك، مين اللي يخرج من التست ويعمل الالسر؟ تروفوزويد، يعني اقدر اسميه باثوجينيك ستيج. ردوا ايوه، يدي ده الكلمه دي مهمه قوي. يبقى التروفوزويد يا دكتور رد عليه علامه كده واكتب باثوجينيك ستيج. اخر كلمه في الانترودكشن بقى، مش في الانترودكشن لسه ما خدتش في الشغل بتاع النهارده. اخر كلمه هسالك سؤال، لو واحد عنده اسهال ميه فظيع، ده بيحصل كتير لينا والناس كتير، يعني كل ما يعمل ديفيكيشن كانه بيعمل ديفيكيشن بالظبط، ميه نازله من الايدز، يعني تروفوزويت وهو نادر يجري كده في عطل معين في الميكانيزم بتاع الابزوربشن في الانتستن، صح؟ ما بتمتصش الميه خالص من السكول. فالاخ ده وهو نازل في السكول هيحس بالدرايمز؟ لا، هينزل زي ما هو ايه؟ تروفوزويت. تقوم تاخد عينه السكول الميه ده، تاخد منه نقطه تحطها تحت الميكروسكوب، تلاقي حاجه شبه الدنيا بتجري في صوابع كده، مين ده؟ ده التروفوزويت، فهمت؟ شفته ولا شفتوش؟ يبقى ايه برضه؟ دايجنوستيك بس اتحلل بايه؟ الاسهال الميه اللي هو الووتر ده، فهمت ولا لا؟ نكتب عليه الاخر دايجنوستيك. لا لسه ما كملتش اسال يا دكتور، لو سمحت مش كل كلمه اقعد اتسال فيها، اما كمل بس. يعني الاسهال الميه هو انت سالت؟ لا انت سال براحتك. قول. الاسهال الميه اللي تم دايجنوستيك لا ما لسه هقول، انا لسه هقول. يبقى احنا عينات بتاعتنا بتاعت السول يا اما ماسكه نفسها يا اما اسهال، صح ولا لا؟ لو كنت عينه ماسكه نفسها، يعني ايه كلمه ماسكه نفسها؟ يعني فورمد ستول او سيمي فورمد ستول، عينه متماسكه ما فيهاش ميه، يبقى مين يا جماعه اللي هتلاقي فيها؟ مين الدايجنوست؟ سيست. طب لو عينه ووتر دايريا، يبقى مين يا جماعه الدايجنوست؟ ها؟ لا مش فهماني. بروفوزويد. تاني يا جماعة، هو البروفوزويد بيقلب على سيست ليه وهو نازل مع السوق بتاعك؟ ليه يا محمد؟ عشان الدرايمز. طب ما فيش درايمز، يبقى هينزل زي ما هو، صح ولا لا؟ فهمتوني؟ يبقى لما يقول لك وات ار ذا دايجنوستيك ستيج، تقول له اكوردنج تو ايه؟ كونسيستنسي، او قلت كده صح بس خليها هي عينيها شويه، كونسيستنسي التماسك اوف ذا ستول سامبل. لو كان فورمال او سيمي فورمال هلاقي ايه في السول؟ سيست، ممكن يبقى سيست. طب لو كان ووتر دايريا ميه هلاقي ايه في السول؟ تروفوزويت. يبقى مين يا جماعه دايجنوستيك؟
كل اللي مرسوم على البورد ده دايجنوستيك ستيجز بس اكوردنج تو ايه؟ كونسيستنسي اوف ذا ستول سامبل. اسهال ميه الاقي مين في الليصه دي؟ كروموزوم متماسك او شبه متماسك الاقي مين ورا البورد؟ ريسيست وسيست. فهمتوني؟ طب مين انفكتيف لوحدها؟ دي الماتيور كوادر النيوكليت تيست. طب مين باثوجينيك لوحده؟ كروموزوم لوحده. مين باثوجينيك يا ابني لوحده؟ كروموزوم. مين انفكتيف لوحدها؟ ماتيور كوادر النيوكليت تيست. مين بقى دايجنوستيك في السول؟ كله كل اللي ورايا ده على حسب كونسيستنسي اوف ذا ستول سامبل. لو اسهال ميه الاقي كروموزوم، لو فورمد او سيمي فورمد الاقي سيست وسيست. طب لو انا اكلت في اكله ملوثه تروفوزويد شو ساعات بينزل؟ جت دماغنا شرطته في اكله بدل السيسه مش هتتعدي؟ لا ليه؟ لانه هيتحرق في الاستومك لانه ملوش جدار سليم. طب لو اكلت دي او دي في اكله ملوثه هتعدي؟ لا. اه ايه ما نفس الكلام ملهاش جدار سليم. الوحيده اللي هتعدي من الاستومك عادي كده من غير ما تتخنش هي مين؟ الماتيور كوادر نيوكليتد سيست. يعني conclusion the only infective stage. انطق بقى عشان اتفهم دي جمله كده مش كده ماتيور كوادرينيوكليت سيست الانفكتيف خلاص. the only pathogenic اللي بتخرج من الانتستين تروفوزويد. طب what are ارضي كده بقى diagnostic stages according to consistent with the stool sample. لو كانت وزر دوريه سهل ميه الاقي تروفوزويد، لو فورمي او سيمي فورمي ها؟ الاقي سيست. طب ما هي دلوقتي لو التروفوزويد دي على رجلة البنا مثلا هو ده دراينس ليه ما اتحولتش؟ هي رجلة البنا يعني ده حاجة سريعة يعني مش شاطرة من السور على الاكل وانت قاعد جنبه على طول كده في الغيط يعني فاهمني؟ صفي كده صفي كده هتاخد على طول. ليه؟ ليه؟ تهيؤات ما قلت لك مش عايزك تسرح بدماغك، اسمع كلام بتاعي لوحدك. كده انا خلصت انتروداكشن النهارده اللي هي هتريحنا جدا لحد اخر البروتوكول. نبدا نحفظ كل اللي انا قلته على فكره اكمل بس. ماشي. بيت الحته خالص انا هشيلها خالص بس. حته الشعر ما تجوش دي دماغي. الدكاترة التانيين ما بيخلوناش نسأل يا دكتور احنا. ايوه طب انا هتعذب انا يعني؟ هنبدأ نحفظ من صفحة ستة، كل اللي قلته ده من صفحة واحد لستة انتروداكشن للقراءة فقط، تبقى فاهم الدنيا هتمشي ازاي. من صفحة ستة يا باشمهندس هنبدأ الحفظ بجد. أول بارازايت عندنا النهاردة وهو يعتبر المين، هو ده الشغل بتاع النهاردة كله، أنت ميبا هيستوليتيك. هشام وعمر وشيلنا قلنا انا عايز اكمل انت اميبا الاسم ده ليه معنى اميبا اميبويد يبقى سيليت ولا فلاجيليت ولا ابيبيت؟ ابيبيت يبقى هتمشي بايه؟ بالسودوكوديا. شوف الاسم طلع معلومه هنمشي دلوقتي بايه؟ بالسودوكوديا. طيب هيستو جاي من هيستولوجي دكتور حجازي حبيبي دفعتي يعني ايه؟ انسجه نسيج ليتيكا ها؟ ليتيكا يعني لايسنس هيستوليتيكا يعني هتعمل لايسنس في التيشو. يا ابني رد عليا هتعمل ازاي لايسنس في التيشو؟ هتحرقه ازاي ده؟ عن طريق افراز؟ بروتيو؟ انت ليتيك انزايم حلو قوي. ادي الاسم طلع لنا كلمتين او طلع لنا معلومتين. اذا المخلوق ده باثوجينيك ولا مش باثوجينيك؟ اه طبعا باثوجينيك. بيقول لك هيستوليتيكا ده هو جاي يقول لك انا هيستو وليتيكا هحرق لك التيشو بتاعك. يبقى باثوجينيك ولا لا؟ باثوجينيك. باثوجينيك لأونلي 10% اوف كيسز فقط. يعني ممكن احنا حوالي دلوقتي مثلا 80 90 واحد ممكن نصنا يكون عنده البارازايت اللي اسمه انتاميبا هيستوليتيكا ومتعايش معاه وما يعرفش خالص وممكن يعيش معاه مدى الحياه من غير ما نحس بيه.
يبقى هو commensal in 90% of cases ولكن potentially pathogenic in only 10% of cases. 10% بس هم اللي هيبقوا symptomatic زي ما هقول لك حالا دلوقتي ليه وليه 10% و90%. فهمتني؟ يبقى المخلوق ده لو سمحت فوق كده تكتب لي عليه فوق عند العنوان بديش pathogenic تكتب ايه؟ potentially pathogenic يعني احتمال يبقى pathogenic. Potentially pathogenic in only 10% of cases. يعني بيؤدي إلى ضرر ومرض وأعراض في 10% فقط من الحالات. فاهميني ولا لا؟ وهنعرف الكلام ده دلوقتي. المخلوق ده اسمه الانتاميبا سبيريتيكا وورلد وايد ديستريبيوشن. كل الدنيا عندها انتاميبا. كل المخلوقات بيجي لها انتاميبا. البني آدم وكل الحيوانات اللي في الدنيا. يبقى مين يا جماعة ديفينيتيف هوست؟ البني آدم. مين الريزرفوار؟ اي حيوان يعجبك حطه، كلاب، قطط، فوكس، وولف، معرفش ايه، خنازير، كله بيجي له انتاميبا سبيريتيكا. المخلوق ده بيعيش فين في جسم حضرتك او جسم اي حيوان اخر؟ في اللارج انتستين بالتحديد. دي ثالث مره انطق كلمه لارج انتستين في المنهج. مش عايزين نفتكر اللي فات ده، خلاص في اثنين قبل كده في الحاجات الوحشه قبل الكلام، وفي واحده جديده ايه؟ بعد الكلام، واحده جديده ايه؟ انتاميبا هيستوليتا. كويس؟ نعم. انت دي بتسالني على حاجات لسه ما قلتهاش؟ ليه سابقين اعصابك دايما كده؟ اديني فرصه. فين يا جماعه الابيتات؟ يا ابني رد عليا. لارج انتستين. مين قاعد جوه بطنك؟ التروفوزويت ولا السيست؟ يا دكتور التروفوزويت، لكن مين هينزل مع السول؟ السيست. لو احتمال التروفوزويت ده ايه؟ على حسب ايه؟ على حسب العينه نازله اسهال ولا نازله ماسكه نفسها، صح ولا لا؟ حلو قوي. طيب فين بقى في اللارج انتستين؟ فين الهابيتات ده؟ لا ركز معايا بقى بالراحه، ركز معايا. لا ده المنطقه دي، هو قاعد فين قبل كده؟ هو مبسوط وعايز يقطع في الانتستين، هو لو راح للريكتم هيتشف في الميه ويبوظ الدنيا، صح؟ وهو عايش مبسوط فين؟ مكانه الطبيعي فين؟ ركز معايا. انا حاسم دي الرسمه دي مهمه جدا، ده للشعر. ده مش رسمه ايه؟ يعني برضه كومنت ورايا بس للشعر. بس احفظها ترسمها في البيت يعني. ده يعني مقطع او كات سكشن في الجدار بتاع اللارج انتستين. ده الوول اوف لارج انتستين. ودي اليومن اوف لارج انتستين. هنا اليومن، هنا الاسطول ماشي اهو، وادي الوول اهو، وادي بره الانتستين خالص. ده البيريتونيوم. ومين ده اللي نايم؟ ده هو الانتستين، ده الليفر. وده مين ده؟ ده فراغ. ومين دي يا دكتور؟ اللنج. وفوق هنا بقى الزعيم اهو فوق في الحيطه اهو. مين ده؟ ده البريك. ده البريك. ركز معايا يا حبيبي. ندى دكتور وليه؟ ما صح صح. ركز معايا بقى، ادي اليومن، وادي الحيطه، وادي بره الحيطه. البرازيت قاعد فين؟ بقول لك في اللارج انتستين. 90% من الانتاميبا اسبريتيكا تروفوزويتس بتبقى طيبه ومؤدبه وعايشه في اليومن بتاعه الانتستين. تتغذى على الفضلات بتاعتك، تاكل حته ستون شغال معاها، ما في بروتين برضه زي دول ما بياكل برضه. تاكل مثلا شويه ستارش، تاكل النورمال بكتيريا فلورا تغذى عليها كمان لازم تاكلها. عايشه كويس، بتاكل وتشرب وتتكاثر وكله من غير ما تاذيك. فانت هتحس بالاعراض؟ اهو ده 90% من الحالات المصابه، وده من ستر ربنا ان البرازايت لما بيتغابى بيبقى فين. فاهمين؟ ركزوا معايا بقى. يبقى 90% اوف تروفوزويت عايشه في اليوم ولا في الوول بتاع التستين؟ في اليوم. طب ساعتها التروفوزويت الظريفه الطيب اسميه اليوم انا التروفوزويت ولا تيش التروفوزويت؟ اليوم انا التروفوزويت. ادي اول نوع تروفوزويت. اليوم انا تروفوزويت. طب هذا المخلوق اللطيف اللي هو متعايش معاك كومنسال اللي مش بيأذيك ينفع اسميه هيستوليتيكا؟ لا ده كده بشتمه، صح ولا لا؟ انا كويس معاك، ما تقولش كلمه وحشه عليا تقول هيستوليتيكا. انا ما عملتش لايسنس في التيشو، راحوا مسميينه اسم تاني على اسم الراجل اللي اكتشفه، سموه انتاميبا. الاي دي بقى حد ياكل وقت انتاميبا. ها ديسبار. ديسبار ده اسم الراجل اللي اكتشفه. انت ميبا ديسبار. جواب الانتاميبا ديسبار حاجه جديده؟ لا. اتيز ذا ايه؟ ذا كومنسال فورم اوف. وبعدين لا يعني ايه ديسبار دي؟ اتيز ذا كومنسال فورم اوف ايه؟ ذا نمبر. انت ميبا اسبريتيكا هيمثل كام في الميه من التروفوزويتس؟ 90%. ده نشكر ربنا عليه.
حصل نقص في المناعة. بص بقى للآلة، ركز معايا. أو عيل صغير، عارفين البطاس؟ شبه اللبن كده، وكان زمان ما عرفش بقى تحصل ولا لا، يقعد جنبهم وكده وهم قاعدين على الطشت، يحضروا البطاطس في الغسيل، هو صوته كاوية، يروح منظف البقعة. فالواد صغير مش فاهم، افتكر اللبن، هو ضرب بقين. ضرب بقين يعني ايه؟ صوته كاوية، يعني هيحرق ايه وهو نازل لحد الريكة بتاعته. كل الأشياء دي بتتحرق. يعني الجسم اتعود لأذر ريزون. عيل بقى مسمار، الكلام ده بيحصل كتير جدا لما تطلع من جهاز ان شاء الله وتشوف. مسمار ده مش شرحت ان الجسم حتى مخرج بره. يعني another reasons أدت إلى تهتك وضعف الجدار بتاع الانتسم. قبل ما تألصر، لأ هو شرخ حاله كده بس. مين لقيم وقاعد بقاله 17 سنة ياكل فستول لما طلع عين أهله؟ صح ولا لأ؟ التسمار. أنا اتخنقت، صح ولا لأ؟ وأخيراً لقيت حتة كده صغيرة. طب ما نروح نجرب. يروح رايح هناك كده ويبخ الماده اللي اسمها ايه؟ بروتيوليتيك انزيمز. يروح حارق الحته دي كلها وعامل انسر كبيره كده. مغاره اتفتحت. ده بيعملها في قد ايه؟ ممكن 3 4 اسابيع. عشان يحفر الحفره دي يقعد 3 4 اسابيع يحفر فيها. حفر ليه بقى؟ عشان يقعد ياكل السور بره. بره برضه ولا ينط جوه؟ ينط جوه، يروح داخل في الحته دي. ايوه. يقعد ياكل في التيشو بتاع حضرتك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعم ده؟ فقال لهم ده كله باكل السول وده قدامي. يقوم ايه؟ يفتري بقى. يقعد ياكل في الارزيز، بيموت في الارزيز، ويقزقز ويقصف ويكبر ويتغير في الشكل ويتوحش ويطلع له اسنان. ده مين ده كله؟ ده الترفزويد اللي كان طيب زمان واسمه اليوم ده الترفزويد. هنا بقى طالما حرق الانتستين ارجعه لاسمه الطبيعي اللي هو ايه؟ نسميه هيستوريتيكا. بس المخلول اللي جوه ده لسه اليوم ده الترفزويد ولا اصبح فيش الترفزويد؟ اهو ده اسمه فيش الترفزويد. ده النوع الثاني. النوع المتوحش من الترفزويد. اتجرب جرب مشيت معاه كامل. طيب راح عملها في الاثر وخرج من التست وانبسط. قعد بقى ندح كل اصحابه دخلوا معاه كلهم عشان ياكلوا معاه الارمسيز اللي بيحبوها، والاثر عماله ديبر توسع وتغوط لجوه. تغوط يعني راح فين؟ راح على بره الانتستين، صح؟ لحد ما يقطع الانتستين نصين كده، عمل لك شائع، صح ولا لا؟ يروح كل العيله خارجه راحه فين؟ اكسترا انستاينال خالص، بره الانتستين. لقيت نفسها فين يا شباب؟ في الهوى. اذا طب نرجع تاني يا ابني انت جوه؟ لا ده احنا خرمناها خلاص وبوظناها. طب ما بص بعيد كده في فيلا كبيره مليانه دم فوق اهي، وانا عايز ارمسيز. يروحوا زاقين بعض ورايحين على مين يا باشا؟ على الليفر. يعمل لك فيه السر وابسس وينط لك جواه ويدمر الليفر خالص. بص ايه بقى؟ هو ده اسمه ايه؟ تيشو؟ ترفوزويد. طب دول اسمهم ايه؟ برضه ايه؟ ما دام تيشو برضه الليفر؟ تيشو ترفوزويد. برضه ده اسمه تيشو. صح ولا لا؟ طب انا عايز اميز ده عن ده، هما الاثنين كوبي في الشكل، عايز اميز في الاسم. اما سموا ده تيشو تروفوزويت برايمري ليجن، وسموا ده تيشو تروفوزويت سكندري ليجن. يعني ايه برايمري؟ يعني ستيل في اللارج انتستين في مكانه، صح؟ يعني ايه سكندري؟ يعني بره الانتستين خالص، بس الاثنين واحد. فهمتوا ولا لا؟ يبقى انا عندي كام نوع تروفوزويت؟ اثنين، رقم اثنين قلت مهم. يا اما لهبل اللي اسمه ايه؟ ليومنال او ديسبار، يا اما المتوحش اللي اسمه ايه؟ انت بقى تيشو تروفوزويد. بس المتوحش ده ليه شكل، مش شكلين، مكانين، يا في الول بتاع الانتستن وبس يبقى اسمه برايمري ليجن، يا بره الانتستن خالص يبقى اسمه سكندري ليجن. ادي يا عم الهابيتات. يعني في الامتحان بتاع الشفوي لما بيسالك ايه الهابيتات اوف ذا انتابيلا سبريتيكا، هو مش هيحكي عشان تقول لارجن تيستن وتجري، مش هيحكي طبعا، هو عايز الحكايه دي. هتقول له حضرتك 90% يبقى اسمه انتاميبا ديسبار، يبقى اليومينال ما بيعملش حاجه وممكن يتعايش معانا فور ايفر، لكن اندر باد كونديشنز خصوصا في الاميونتي او الول بتاع الانتستد بيحصل ايه؟ يغير مكانه ويتحول من يومينال تروفوزويد الى تيشو تروفوزويد. في الاول بيبقى في الحيطه بس يا دكتور، وساعتها يبقى اسمه برايمري ليجن. بعد كده بيخرج بره الحيطه خالص، بيروح في انذر
او اخر تيشوز او سايد انتستنس احنا نسميه ايه؟ سكندري ليجن. يبقى عندي نوعين تروفوزويدز، واحد مؤدب واحد شرير. ماذا اسمه ايه؟ نسميها اليمنى. اليمنى. والتاني اسمه ايه؟ وحش تيشو. فهمتوني؟ طب المؤدب كان نسبته كام في جسمك؟ 90% الحمد لله. مش في جسمك، مش في جسمك، يعني واحد يعني في البوبيوليشن. طب الوحش الشرير ده نسبته كام في البوبيوليشن؟ 10% بس الحمد لله. عشان كده 10% بس من البشر اللي عندهم المخلوق ده هم اللي سيمتوماتيك. ادي الهابيتات. طب هو ممكن يروح فين تاني غير الليفر؟ المنطق مطرح ما راسم كده يخلص عليه الليفر خارج الدخان وطالع هنا عامل ابسس. كويس. كل ده اسمه دايركت اكستنشن. والنبي انت باصص لي اللي هو بنفسه اللي بيروح اهو راح هنا وهنا وهنا وهنا، هو اللي يخرم صح؟ محدش بينقله، هو اللي بيخرم بنفسه. ده اسمه دايركت اكستنشن. لكن لو مثلا في بلاد فيسل الخطيب الاحمر كده خرطوم دم في الحته دي وهو عمال يقرم ويقرط راح داخل غلط في خرطوم الدم، هيطلعه على الليفر بس؟ لا، ده الدم ده هو بيروح دايركت فين بقى؟ رايح في المريض، رايح في الجلد من بره، رايح في الديستن. يبقى الاكستنشن الامتداد خارج الديستن لازم يكون مباشر ولا ممكن يكون هيماتوجينس كمان؟ هيماتوجينس. ومين الاخطر؟ الهيماتوجينس عشان هيودي للديستنت اورجنز. فهمتوني ولا لا؟ فهمتوا حاجه؟ طيب يبقى انا عندي اشخاص عندهم ده نقدر نبص ده نخش في كلينيكال ليكتشر، واشخاص عندهم ده ولسه ما اتخرمش، واشخاص عندهم بيلعب بره اللي هم بقى يعيد الكومبليكيشن خالص صح ولا لا؟ يبقى عندي ثلاث درجات من المرض، يا كله من ده نقول الحمد لله، يا كله من ده يا كمان دخلنا في ده، يبقى عندي ثلاثه ديجريز من المرض صح ولا لا؟ طيب خليك معايا بقى. الناس اللي عندها ده هيشتكوا من ايه؟ كله اصبار، كله اصبار، هيشتكوا من ايه؟ ولا حاجه صح ولا لا؟ يعني اسيمتوماتيك. ونسبه الاسيمتوماتيك دول كام في الميه؟ 90%. الناس دي بتنزل ايه في السول بتاعها؟ ما عندهمش اعراض فما فيش اسهال، فبينزل في السول سيس اللي هي ايه؟ ان ايه؟ انفكتيف ستيج. فبالتالي الناس دي خطر ولا مش خطر؟ خطر. واحد يقول لي دكتور طب ما هو السيست اللي وقعت منه دي جايه من ديسبار من كومنسال تروفوزويت، يعني لما تروح لواحد جديد هتبقى ديسبار برضه؟ لا، ده حسب حالة الجديد. الجديد ده مناعته حلوه ولا لا؟ الجديد ده عنده خرم في السيستم ولا لا؟ فهمتوني؟ السيست انفكتيف جاي منين مالناش دعوه. فهمتوني؟ يبقى الناس الكومنسالز دول سيست باسل اللي هم اسميهم انا اسيمتوماتيك هيلثي كاريرز حامل المرض صح ولا لا؟ الناس دي خطر يعني لو هتشتغل بالصدفه تعالجوا ولا ما تعالجوش؟ فده اوسخ واحد فيهم. ليه بقى يا دكتور؟ تخيل ده عم عبده بتاع الكبده، وعم عبده بتاع الكبده ده نادى مارك في البار. ركزوا معايا بقى، واحد عربيه الكبده قاعد بره وعنده ديسبار، كله ديسبار برضه، فالراجل كله مش بيشتكي من حاجه. ركزوا معايا، الراجل جاله رابط ايديفيكيشن وعملت كده في الصحراء في الواحات قاعد كده في الصحراء، هيعمل ايه الراجل ده؟ وراي الشجره يعمل ديفيكيشن ويظبط الدنيا ويوسخ ايده ويملاها سيستم بتاعته. كون ان هياكل هو يتحرق بجاز. لكن رجع على عربيه الكبده لقى طابور واقف مستني كبده والسجق بقى والحاجات الحلوه. مال؟ قال لك لسه هغسل ايدي دماغك، وراح مظبط المنطقه كلها سيستات. كبده بالسيست، سجق بالسيست، في سيست ثاني. فاهم ولا لا؟ والراجل ده راح مظبط المنطقه كلها. يقول لك ما تدريش. يبقى الراجل ده خطر ولا مش خطر؟ وده ايه سؤال يا ابني بس؟ سؤال انترفيكت في امتحان نص سنه السنه اللي فاتت، ليه انا بعالج شخص اسم كمان؟ فهمت ليه؟ لانه سيست اثر وسورس اوف انفكشن تو اذر بيبل. العيان باعراض بيروح للدكتور ياخد علاج، ده مش خطر صح؟ انما العيان من غير اعراض ده شغال الله ينور على بيت البشر. فهمتوني؟ يبقى عم عبده بتاع الكبده لو قفشته تعالجه ولا لا؟ لازم تعالجه، لان هو ده مصدر العدوى الرئيسي لكل البشر، خصوصا لو كان فود هاندلر يعني بياع اكل. فهمتوني؟ عشان كده برضه الناس حتى لو دخلت بقى ممكن دخلت الانتاج بس بتاع ما هو ده قاعد انت شايفه مش عارف بيعمل ايه؟ لا قاعد جوه ده اخر ممكن يكون سيست بصر برضه شغال. فمش لازم عم بتاع كده غلبان، ممكن في اي مكان ينتشر المرض بسبب واحد بان على جينيك بس. فهمتوني ولا لا؟ عشان كده في اي دوله محترمه
الناس كلها الفود هاندلرز باستمرار في كشف دوري عليهم عشان ناكد ان هم سودان. هنا بقى في مصر بنتاكد ان هم عندهم سيستم عشان نخلص من الشعب. فهمتوني؟ طيب ركزوا معايا بقى، انا عايز ارسم ايه الفرق. فاكر لو كنت كان طيب وصغير في الحج وتوحش وطلع له اسنان لما كان الارمسيس، اذا الشكل اختلف. اليومنا التروفوزويد غير تيشو التروفوزويد. نرسمهم بقى، ده الرسم بجد بتاع البحث اللي انا هسيبه لك. سيبتك بقى كامل الصفحه نصين وتعملي هنا اليومنا التروفوزويد وهنا تيشو التروفوزويد. ده بيبقى صغير شوية في الحج كده، والسود المودية بتاعته يا ابني بس ارسم بسرعة وهي ساكتين على الحصة. يلا هنا يا جماعة انا رسمت اليوم الترول ده اللي هو طيب، ده كام في المية ده من الحالات صحيح؟ ده 90% وده بيبقى 10% بس. طيب ركزوا معايا بقى، ما رسمتش يا ابني وصي ولا رجلي غمزة قوي فيهم عشان ده رجلي صغيرة وضعيف الحركة مش محتاج يتحرك هو يقل عليه بس. طيب لكن ده هنرسمه زي ما رسمناه زمان، هيبقى كبير وعنده رجل كبيرة كده. يعني ده مثلا في حدود المتوسط بتاعه مثلا 30 ميكرومتر، ده في المتوسط حوالي 40 ميكرومتر. يقول لك من 10 ل 60 دماغك انت هتحفظها كده، في المتوسط حوالي 40 ميكرومتر. الاثنين عندهم اكتوبلازم واندوبلازم زي بعض اهو، هترسم الجنكشن ده الاول كده هنا وهنا، والاثنين عندهم نيوكليس في سنترال كاريزوم وفاين بريفرال كروموسوم اهو. ادي النيوكليس في النص اهي، فيها سنترال كاريزوم بتاعها نيوكليس كبيره قوي، وفيها البريفرال كروماتين رفيع خالص يتشاف بالعافيه تحت الميكروسكوب، محتاج ميكروسكوب قوي جدا وضغطه حلو قوي. يبقى الكروماتين البريفرال ده كوز تخين ولا فاين؟ بقول لك بيتشاف بالعافيه تحت الميكروسكوب من كتر ما هو صغير. يبقى كورس كروماتين ولا فاين كروماتين؟ فاين بريفرال كروماتين. هكتب كل البيانات بس انت بس. طيب ده عنده فود فاكيول اهي، وده عنده فود فاكيول اهي برضه. ده واكل ايه في الفود فاكيول بتاعته؟ ستور ستارش اي زباله، فبنسيبها فاضيه. فاكر دي رمز ان هو ما اكلش حاجه انه ابن حلال، لكن ده بيحب ايه قوي؟ الار بي سيز. يا سلام هيبقى الحمراء دي يا شباب ار بي سيزايه قاعده جوه الفود فاكيول، وده الفرق الجوهري اللي انا عايزه في الامتحان. يعني هتروح ترسم لي احجام واشكال ونيوجرام كلام فاضي ده ولا اعبار؟ انا اللي يهمني مين؟ ها؟ الار بي سيزايه اللي جوه الفود فاكيول. كده الرسم خلص، نبتدي بقى البيانات. لوحدي نقول الاكتوبلازم ونعمل سهم كده وسهم دور ولا لازم رسمه حمراء ولا ايه؟ يعني اقول لك ايه بس؟ اقول لك ايه انا؟ ما اقصدش اللي انت عايزه، لو معاك رقم احمر بس لا يعني انت حلق خلاص عنده لازم نرسم دي كده ودي كده. طبعا ما ننساش ايه؟ ها؟ نقط بقيه الاندو لازم الصوت بتاع الخط ده سيادتك هتفضل تسمعه طول الترم الثاني في كل الامتحانات، وده الدرجه في الامتحان، فلو نسيه اللي جنبك هيفكرك بصباعه. ايوه فكرت دي الاندوبلازم. طيب النيوكليس ليها بيان مهم جدا، هو ايه بقى؟ هي النيوكليس دي واحده ولا اثنين؟ واحده يبقى سنجل. طب كومباكت ولا فيزيكولا؟ مش سامع فيزيكولا. نيوكليس ويز سنترال كاريو سوم اند
سباين بريفرال روماتين. تاخد لي سهم كده وسهم كده. هنا اهم فرق هو الفود باكيول في مثلا بكتيريا اي كلام، انما هنا الفود باكيول في ادرسيز. دي اهم فرق. مش اللي يمرأة دي مش تبطل مننا خالص؟ لا ممكن يبقى اسم كده بفرنشيين بقى ديلو ديجرامز بين كذا وكذا. فود باكيول فونتيل أرز. مهمة قوي قوي المعلومة دي، أهم معلومة. طبعا هنا رجلية صغيرة في سودو فوديا فبيدي سلاجش مدير. يعني سلاجش، سلاجش يعني ايه؟ بطيء. دكتور حركات البكتيريا دي بطيء. ما هو ده اللي بياكل نورمال بكتيريا فلورا كلها. اول ستوديو لا انتوش ستوديو اللي هي بكتيريا. طيب هنقول ايه بقى هنا؟ سترونج سودوفوديا فبتدي اكتف مهدي. ادي الفرق بين اليومنال تروفوزويت والتيشو تروفوزويت. مهمين قوي قوي الرسمتين دول، وخصوصا طبعا ده عشان ده الباثوجينيك ستيج. ده اللي لو خدنا دكتور يا ابني اسمعنا، بيقول لك لو خدنا عينه بايوبسي من الالسر اللي في الانتستين تلاقي ايه؟ لا ده مش تروفوزويت. اوعى تقول الاقي سيست سكت على طول. فهمت ولا لا؟ فهمت ولا لا؟ ده قاعد في احلى منطقه في العالم جوه الالسر بينسست ليه؟ فهمت؟ السيست لا يمكن تبقى جوه التشو. فهمت؟ عشان التشو ده احسن مكان بالنسبه للتروفوزويت. طيب انا دكتور اول ما اخش الالسر بيتحول من ده لده، هو اساسا بره اتحول من ده لده عشان يعرف يضخ الايه الانزيمز لما شاف في مشاكل في الجسم. يلا عشان عايز امسح الحته اللي في النص دي وارسم مطرحها السيست. هو السيست مش كوره وخلاص اي كلام، فيها رقبه كتير. ايوه سلاجش موتيليتي لانه ضعيف ومش عايز يتحرك. انت عايز يخرج تصنيف على فوق. ربنا بيجيله سترونج. انا عندي ثلاث فروقات واضحين بترتيب الاهميه. مين اهم فرق؟ مين اهم فرق؟ الار بي سي ثاني، والفرق اللي بعديه الحجم، والفرق الثالث السودوكود. طب لو جاب لك الثلاثه مع بعض الام سي كيو والرابعه كانت كولوبز اباب، كولوبز اباب بالمنطق. شوف راس السؤال يا ابني، يقول لك لو قلت السؤال differences between luminal and tissue trophozoite. ايه ده كله؟ طب the most important difference between ايوه ده وده بتختار مين؟ بوز ابط؟ بتختار مين؟ الفود باكيول والارسنس. طيب خلصت بس؟ طب خلصت اللي في النص ده؟ طب يلا اكتبوه يلا اكتبوه. هو البروتيماتيك انزايم ستروكس جاي ده اللي هيفرزها. دي البروتيماتيك انزايم؟ لا لا دي نقط كده روتين كده. لا روتين انزايم طبعا مخزنها جوه جوه بكيو صغيره بس انا مش بسيبها. يا ابني استنى خلص خالص الدنيا كلها خالص. همسح بس الكلام اللي في النص وارسم السيس. السيست بتاعتهم تبقى حوالي 15 مايكروميتر. لازم يبقى مهمه جدا دي في الانفكتد ستيج الماتيور وادي الانفكتد سيست. تقعد بقى تدخل في الحيطه كده ما سبتهاش ضابط وفيها اربعه نيوكليار، واحد اثنين ثلاثه اربعه، وكل واحده فيها السنترال كاريسوم بتاعها والفاين بريفرال كروماتين اهو.
طيب السيست دي بتاكل ايه وهي في الشارع بره؟ بتاكل الاكل مخزناه اللي بيوزن يصبر دقيقه واحده، انا مش همسح خالص خالص، اسمع مش همسح حاجه ولا هشرح حاجه خالص، خليك معايا. دي بتاكل ايه وهي قاعده بره مستنيه ما حد يشوطها في بق واحد تاني؟ بتاكل بروتين مخزناه لما كانت رفوزيه. شكله ايه البروتين ده؟ خليك معايا، اخليه ملزق. البروتين ده على شكل عصيان تخينه كده، رود لايك ستراكشرز اهي، هنا وهنا اهو، عصايتين اهو، ده بروتين متخزن بتاكل منه عقبال ما تتنقل من مكان لمكان. اسمه ايه البروتين ده؟ هقسمه حالا او بكتبه حالا. اللي انا بنقطه ده ايكتولازم واندولازم ولا ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده في السيستم، ده اسمه جرانيولار سيتوبلازم بصفه عامه. ما عادش في حاجه اسمها ايكتو اندو في السيستم خالص. دي اسمها ماتيور كوادر نيوكليتد سيستم. سيادتك هتكتب البيانات، اول حاجه حجمها حوالي 15 مايكرومتر، ده ثيك وول. البروتين الازرق ده اسمه كروماتويد بادي، اسمه يا شباب كروماتويد بادي، اوعى تلخبطوا مع الكروماتين، ها؟ ده اسمه كروماتويد بادي اللي هو ستورد بروتين. كروماتويد بادي اللي هو ستورد بروتين. طبعا هتحط لي هنا علامه وتقول لي 4 نيوكلياي ونفس البيان والسنتر الكاريسوم وفاين بريفرال كروماتين. الناس اللي هي عماله تكتب هتكتب 4 نيوكلياي ويز سنتر الكاريسوم اند فاين بريفرال كروماتين، وهتكتب على ده سيتوبلازم. دي كلها اسمها ايه؟ ماتيور واتري نيوكليتد سيستم، ماتيور كوادر نيوكليتد سيستم. ده دكتور جاي من اليوم. نعم جاي من اليوم. جاي من اليوم. جاي من اي حته. اي واحد في طبعا ده طالما دخل ولعب عمره ما هينسى. صح. بس انا قصدي ده لو خرجت بره في الشارع واتخبط هنا بيك هتلاقي نفس السيستم. ده عباره عن بروتين بيتخزن جوه التروفوزويت، هو بيخزنه ليه على جنب؟ عشان لما يبقى سيست ويترمي في الشارع بره تفضل السيست تاكل منه على بال ما تتنقل لشخص جديد. يعني ده ستورد فود. ده وده. اثنين كروماتويد بادز اللي هم ستورد بروتينز. هو كده حلو. مفيش غير لا ركز معايا. ما قلتش حاجة في النيوز دي. لا ممكن طيب خليها في مربع كده لوحدها عشان ما تنفضكش. دي بس تعال بقى نركز سوا. فمعاده بتاع كده فاكره؟ الراجل ده عنده مين في دول؟ ده ولا ده؟ عنده ده اللي هو ديسبار. الراجل ده سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك؟ اسيمتوماتيك. طب خطر على البشريه ولا لا؟ خطر جدا لانه سيست فاصل. صح ولا لا؟ لانه هيلثي كارير. طب اشمعنى عم عدوا؟ عشان فود هاندلر. فهمتوني؟ ما هو لو واحد كارير بس واحد زي حالتنا كده مش بيعمل سندوتشات لحد وبعدين بيعمل ديفيكيشن في الحمام عادي، يعني واحد هيجينيك بيرسون، فاهمين؟ مش هيعمل غيره، صح؟ لازم يكون فود هاندلر عشان يسبب العدوى للاخرين. فاهمين يا شباب؟ طب حلو. تعالوا نخش بقى على الراجل اللي عنده البتاع ده. هنا هيبقى سيمتوماتيك ولا لا؟ الاخ ده هيروح رايح خارج الانتستين وعامل فيها السر، فاكرها؟ فاكرها يا ابني؟ اللي هو هينط منها على بره خالص في الشارع، على بره الانتستين بقى ويلعب في الليفر وكده. فاهمين يا شباب؟ طيب الالسر دي شكلها ايه؟ خليك معايا بقى. الالسر دي انا هرسم وول اهو بتاع الانتستين عامله كده اهو، ده كات سيكشن في الالسر بتاعت الانتميلا هيستوريتيكا. عامله زي القاروره بتاعت الكيمياء فلاسك، فبنسميها فلاسك شيب ألسر. الناس اللي بترسم تصبر شويه لان انا عقبال ما انت تخلص الرسمه تكون خلاص حته مهمه. انا مش همسح خلاص، ما هو ده الرسم اللي هشتغل عليه. لو سمحتوا تبصوا لي انا مش هشتغل على ورق خالص. يبقى لما جينا من ده ها
هيجي لنا اعراض ولا لا؟ هيجي لنا اعراض. ليه الاعراض الاول؟ لان الاخ ده افرز بروتيوليتيك انزيمز، عمل القرحه اللي هناك دي في الانتستين، صح؟ القرحه دي على شكل فص ولا لا؟ يبقى وات ذا شيب اوف ذيس ألسر؟ خلاص شيب ألسر. طيب ملهاش مواصفات؟ ليها فتحه ضيقه يبقى نار اوبننج، ليها بيز واسع وايد بيز، ليها الايدج عاليه شويه صح؟ اليفيتد ايدج. ساعات يسموها اليفيتد اندر مايند ايدج. يعني ايه اندر مايند طبعا صور يعني بص ايوه عامله كده بص اهو يعني فرشه تحت الجلد كده اهو اسمها اندر مايند ايدج اللي هي دي اللي هي دي. في بقى حاجه ثانيه بتبقى عامله كده مش فرشه اسمها بانش اوت ابسر زي اللوتيك ابسر كده مش عاملها خالص مش موجوده في الباسور في الباراسيتولوجي خالص. احنا القرح بتاعتنا كلها بتفرش تحت كده في البار اسمها اندر مايند ايدج. يبقى اديني مواصفات الالسر. واحد فلاس لا الاول فلاس شيء ثم يا نارو اوبننج وايد بيز انفيتد اندر مايند ايدج. طب اكتر مكان يحب يخرم في التروفوزويد ويقعد يقول لك الانتستين اهدى مكان في اللارج انتستين اللي ما فيهوش حركه كتير. ما هو الحركه بتخليه يتنقل من مكان لمكان. طب اهدى مكان في اللارج انتستين بدايتها اللي هو مين ده؟ السيكم والابندكس. فهمتوني ولا لا؟ يبقى اكتر مكان بيصاب بالعدوى على الناحيه اليمين السيكم والابندكس لانه اهدى مكان في الانتستين. ويقول لك ده سؤال انتربريت اشمعنى الحته دي اللي بتتملي قرح؟ اللي ما فيهاش ايه؟ موفمنت ما فيهاش موتيلتي عاليه. فاهمني؟ فاهمين حاجه؟ شايفني؟ طب الحمد لله. طيب ادي مكان الالسر وادي مواصفاتها. السؤال الثالث والاخير في الالسر ايه اللي جوه الالسر؟ ايه اللي قاعد جوه؟ التيشو اللي اتحرق صح؟ واللي حرق التيشو اللي هو مين بقى؟ التيشو فورم اوف تروفوزويت اللي هو ده صح؟ يبقى قاعد فين بقى يا دكتور؟ بص لي كده معايا يبقى قاعد تحت خالص كده عند الفلور عند الميز بتاع الالسر مش قاعد في وسط الزباله اللي هنا دي اللي هي عباره عن دي التيشو. ما هو مش قاطع المسافه دي كلها عشان يقعد ياكل في الزباله برضه ده عايز يقعد على الحرف ليه؟ ليه اللاقيه ده؟ عشان شايف ان في هنا هيلثي تيشو صح؟ في ار بي سيز لسه ما اتاكلتش فيقعد ياكل 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 لحد ما يخرج ويطلع بره. فهمتوني ولا لا؟ يبقى وات ذا بوزيشن اوف ذا تروفوزويد والانسر في النص ولا عند البيز؟ يا ابني ردوا عليا عند البيز. اشمعنى عند البيز؟ بص الكلمه بص الاجابه تو بي عشان يكون ات ذا جانكشن between dead and healthy tissue to feed on healthy tissue. فهمتوني ولا لا؟ يبقى عشان خاطري برضه الباثولوجي بتاع الانتاني باسبريتيك او الانتستين عباره عن السر. الالسر دي ليها مواصفات قولهم تعال معايا بلس شيب ها نارو اوبنينج وايد بيز اليفيتد اندر مايند ايدج. مكانها فين؟ اكتر مكان سيكا مركز. اشمعنى المنطقه دي؟ عشان اهدى منطقه في العالم ما فيهاش ايه؟ ها؟ ما فيهاش موديلتي كتير. ايه الكونتنت بتاع الالسر دي؟ اللايس تيشو زائد الموجن اسمه تيشو فورم اوف تروفوزويت. فين قاعد فين في الالسر؟ عند الميز الجنكشن بتوين ديتا اللي هي في تيشو تو فيد والهيلثي تيشو. ايه الاعراض بتاعت الراجل لما يبقى عنده البلوه دي؟ انتستين يابا نفخ وش نوزيا فوميتين ديارية ابدومينال. اكمل بس اكمل نفخ. طيب بس كله بيجيب نفخ. لا خد بالك ده بقى لو في بلاد فيسل كده يا دكتور خليك معايا واتنقر يقوم الدم ينزل مع الاسفول مع حبه ميوكس حلوين. المزيج ده انا خدته شديد ديزنت دي اهم كلمه النهارده. حتى المرض اسمه اميبيك ديزنتري اميبيك ديزنتري اتوسنتريال اميبيك ده مرض منتشر جدا اميبيك ديزنتري. فهمت يا دكتور؟ يبقى عندي نبذه ماشي عندي ديزنتري. الراجل ده هيروح الحمام فورتيفيكيشن كربه عدد مرات قليل ولا كتير؟ ليه كتير؟ عشان عنده ايريتيشن في الانتستين كونتينوس ايريتيشن للاستريتش ريسبتورز اللي حوالين الالسر. عنده رغبه كاذبه في التغرس طول النهار يقعد يحزق على الفاضي في الحمام ما يجيبش غير شويه ايه؟ بيوكس وبلط. الكلمه دي خدتها قبل كده ولا ايه؟ تينسمس. تينسمس يعني تعنيه. يبقى عندنا نبذه وعندنا ديزنتري وعندنا تينسمس. عدد مرات دخول الحمام فوق ديفيكيشن يعني نمبر اوف موشنز. هذا النمبر اوف موشنز هيزيد ولا هيقل؟
هيزيد اب 12 10 12 مره في اليوم الواحد بس كلها رمضان كذب صح ولا لا؟ يقعد يحسب وخلاص ما يجيبش حاجه يبدو ما فهمتنيش يا وليد ركزوا معايا يبقى انا عايز الاعراض بسرعه عشان اخش على اللي بعده اعراض الراجل ده ايه؟ بتاع الاكيوت اميريك ديزنت اعراضه ايه؟ واحد اهم كلمه سيبت ده كل جدا اهم كلمه ديزنت وبعديها التعليق سينسمس وخش على النفخه نوزيا فوميتنج دايريا ابدومنا بين حلو كده؟ واخر كلمه انكريز نمبر اوف موشنز اب تو 10 12 مره في اليوم ده عيان مصري دكتور هو النمبر موشنز مش ده سببها يعني الاحساس الكاذب ده هو اللي بيخلي النمبر موشنز احساس عدد مرات دخولك في الحمام دي عشان تجيب اسمها موشنز اثنين وثلاثة ثلاثة نمبر موشنز هكمل بقى الحته الجايه دي عيان مصري جاله الاعراض دي هيروح لدكتور الباطنه يقول له ايه دكتور الباطنه بعدين يقول له حل الاسطول هنلاقي فيه البلوه اللي تحت اللي في النص دي او لو اسهال ميه هنلاقي ده بيلعب صح ولا لا؟ فالدكتور هيفهم من عنده ان تبيله اسفلتيكا ويديله الدواء الشعبي الجديد بتاعنا لحد اخر البروتوزوا اللي اسمه مترو نيدا زول اللي هو ايه؟ فلاجيل زي مثلا الفلاجيل ده العلبه انا بديه مثلا رفلي كده فيها اربع شرايط فالراجل الدكتور قال العيان عم الحاج انت لازم تاخد الاربع شرايط دول على اربع اسابيع انت فاهم ولا لا يعني حتى لو حسيت بتحسن كامل والديزنتيوتريس راحوا بعد اول او ثاني شريط اوعى ما تكملش الكورس ابدا فهمت ده اللي هيقوله الدكتور العيان قال في عيان مصري بيسمع الكلام لا ده اسمه انكومبلاينس حب التوفير انا خدت الشريط من الاربعه وخفيت عبيط انا لا اخد بقيه الثلاثه ويجي بقى الايه الكونسبت الاهبل اللي عند كل المصريين لو خدت دواء زياده يجي لي قرحه في المعده لا يا عم انا هجيب الثلاث شرايط دول واخليهم في الثلاجه علشان لو حد من العيال جاي من نفس الدور انا عرفت السكه خلاص نروح ضاربين شريط ايه فلاش ده كومبليت تريتمنت ولا ان اديكو تريتمنت؟ ان اديكو تريتمنت يروح على طول داخل في المرحله اللي بعدها اللي هي الكرونيك اميريك ديزل الراجل الدكتور فاهم الشريط الاول والثاني لو مثلا هو عنده 100 من ده اول شريط يقتل 25 ثاني يقتل 5 انا بتكلم رفلي طبعا ماشي 25 الاربع شرايط لو كل واحد يقتل 25 تروفوزويد يبقى الاربعه هيقتلوا ال 100 ويريحونا صح ولا لا؟ الراجل الاهبل لما خد شريطين قتل 50 فالحاله اتحسنت جدا صح ولا لا؟ لان كمان الدواء بيضعف البارازايت حتى قبل ما يقتله فقتل 50 وهنك 50 تانيين صح ولا لا؟ بقى قاعدين كده يا نهار اسود ده احنا بنموت واحد ورا الثاني. فالراجل اتحسن جدا صح ولا لا؟ بس ضنش لقيت الدواء. يقوم يحصل ايه بقى؟ ولا ها مفيش دواء بقالنا اسبوع مفيش دواء. تيجي تاني يلا تاني. يوم 25 يوم 50 يوم 75 يوم 100 من جديد. يوم يجي له ايه؟ ريفرال تأتاك من نفس اللي جاله قبل كده. صح؟ يروح عامل ايه؟ اهبل بقى يروح ضارب شريط فلاجيل يقوم يتحسن شهرين ثلاثه هوب يجي له العيد وقت يجي له الاعراض تاني هو ما تعالجش تاني ده اتاك من جوه لجوه صح ولا لا؟ وياخد وهكذا لحد اخر عمره يفضل متعايش مع الديزنتري انا يا عم عندي مشكله بيجي لي نقص واسهال وشويه تعنيه كل كام شهر اسبوع باخد شريط فلاجيل بتحسن قوي ده اسمه ايه ده؟ اكيد ده بس خلاص كرونيك ده كرونيك اميريك ديز ايه الكوز بتاعه كلمه واحده او كلمتين هنا ديكويت تريتمنت او فيلير اور تريتمنت ادوري ده بيبقى عنده ريكارنت اتاكس ديزنتري وبيبقى ايه بيكون اتاك يا اما نورمال يا اما شويه ضريه خفيف كونستريشن خفيف اعراض ما يحسهاش فاهمين لكن كل شهر او شهر ونص يترزع واحده جامده تقعده في البيت فهمت ولا لا لو واخد لها شريط او شريط ونص حسن جدا يروح شغله فاهمين ولا لا ويفضل لاخر عمره كده ده اللي اسمه كرونيك اميريك ديزنتري فهمتوني؟ طيب الفلاتيولنس يعني لحظه واحده اول كلمه في الاعراض 12 فلاتيولنس يعني من انتفاخات غازيه يا دكتور انا عندي مشكله اكل لقمه قد كده يجي لي انتفاخ قد كده كان كبد خروف ده نتيجه ان في بارازايتس على العضله على طول لو ما جابوهاش صح ولا لا؟ بتعمل سبليتنج للاكل باستمرار بتطلع كيميكالز وجاز الجاز دي اللي بتسبب الانتفاخات دي ماشي انت حافظ الكلمه بس فلاجنس عنده انتفاخات بس طيب ادي اكيوت كرونيك طب الكرونيك ده اللي بقاله 17 سنه عنده جيزن
او عنده هيستوريتيكال مش هيخش الكومبليكيشنز. يعني الانتست اللي عملها تتخرم وتتلحم دي بقالها 10 سنين دي مش كومبليكيشن؟ بيحصل حاجه ولا زياده فوق البيع ولا لا؟ يحصل مصيبه فوق البيع. اولا يا دكتور نصيحه حبيبي، لو انت عندك انسر ثانيه اهي مثلا كده اهو قصاد الانسر الاولانيه اهي، ودي حصل لها هيلينج فايبروزز ودي هيلينج فايبروزز، ايه اللي حصل في النص هنا؟ ستريكشر. هي مش هتقفل طبعا الانتستين، لكن حتى هي الانتستين يبقى في فايبروزز في الانتستين هيحصل، صح ولا لا؟ في ستريكشر يعني الدنيا هتضيق قوي في الانتستين، صح ولا لا؟ ممكن بلاد فيزل يفتح يعمل هيموريدج نزيف جامد جدا، ممكن يحصل سكندري بكتيريال انفكشن عنيف جدا، بكتيريال كمان احنا جوه الاسطول، صح ولا لا؟ على الانسر دي ممكن يخرم 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 اسمها بيرفوريشن، يطلع بره يعمل بريتونايتس، يطلع للاذر اورجنز. ما هو الاذر اورجنز لسه شرحها دلوقتي اللي هو السكندري ليجن، هي عباره عن كومبليكيشن لايه؟ لكرونيك ديزنتري، واحد مش عايز يخفف نفسه، فهمتوني؟ كل دي كومبليكيشنز. دكتور ده الريكتور وكان في انسر صغيره كده قد كده اهو، اديك مثال، لو عندك قماشه وفيها فلت صغير قد عقد الصباع بس انت سايبه في حاله كده ما بتشدش فيه هيفضل زي ما هو كده، صح؟ لكن لو انت جيت عند الحته الضيقه المفتوحه دي رحت عامل كده هتلاقي بقى ايه؟ نصين القماشه. نفس القصه في الريكتم، لو جزء كبير من الاسطول نازل مره واحده وعمل ستريتش للريكتم مره واحده وهو عنده حته ضعيفه كده هتلاقي وسعت جدا بقت كده، دي مصيبه، ده مش انسر، دي بقت فشل، بقت شرخ شرجي، صح ولا لا؟ ده بيعمل الم فظيع ونزيف فظيع، دي برضه كومبليكيشنز. كل دي كومبليكيشنز من الراجل اللي مش عايز يسمع الكلام اللي اسمه كرونيك انيميك ديزنتري. دكتور الجسم قرف بقى، بص الجسم لما بيتخانق اني قرفاني من هنا وقرفاني من هنا، صح؟ طب اهو فايبر تيشو كبسول قويه جدا 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 على الانسر من كل حته اسمها اميبوما. اميبوما دي مش حاجه وحشه، ده جهاز المناعه بتاع حضرتك عمل ديفنس ميكانيزم قفش الدنيا وريحنا، بس هي مشكله انها بتخض العين جدا. لو هو سكيني نحيف خالص الكلكوعه دي هتبان شويه كده تحت الجلد، كل ما يعمل ايده كده يلاقي الكلكوعه ناشفه يفتكرها ايه على طول؟ يفتكرها كانسر، يروح مصوت راح للدكتور. طبعا الجراح بقى مع شويه مع بايوبسي وشويه تيومر فاكتورز في الدم وكده هيعرف انها مش ايه؟ مش كانسر ولا حاجه. طب ممكن تكون هايدريتد تيست برضه، فاكرين السنه اللي فاتت؟ المهم يعني كان برضه ليها انفستيجيشنز اخرى، تطلع مش هايدريتد تيست، اشفط اللي جوه الاقي تروفوزويد طلع لك مش سكوليسيز، يبقى دي كانت ايه؟ كانت قريب كانسر. اسمها ايه الكلكوعه دي؟ اسمها اميبوما. كل دي عباره عن كومبليكيشنز، بس اخطر ما فيها انه يخرج بره ويمتد للاذر اورجنز السكه الجديده اللي اسمها اكسترا انستاينال اميبيزيس. فهمتوني؟ طيب عايز اخش بسرعه على الاكسترا انستاينال اميبيزيس، قلنا هيروح فين اول حاجه؟ الليفر، لانه اكبر اورجن نايم على مين؟ على الانتستين، صح ولا لا؟ طب يا دكتور انا قلت لك لازم يروح مباشره ولا ممكن عن طريق الدم؟ يبقى عندي تو ويز اوف اكستنشن، يا اما يا اما يا اما دايركت اكستنشن يا اما هيماتوجينيك اكستنشن. اول حاجه هنروح على الليفر، اديله الاحمر بقى. الليفر ده اول ما نروح له هنعمل شويه نكروزز خفيفه. انا بتكلم كلام مهم جدا، ارجوك ما تبصش لورا خالص، خليك معايا. خطوات الليفر خطوتين، خطوه سهله على العيان لو لحقناه وهو جالك، وخطوه وبعدين مهببه لو ساب نفسه. اول حاجه شويه نيكروزز بس، مطرح ما الكروزيت لسه بينقر في الليفر بالانزيمز، فموت الحته دي، موت الحته دي والحته دي، فالليفر ابتدى ايه؟ يحس ان في حاجه غريبه، الميت سيستم بدا يحس ان في حاجه غريبه في الليفر، صح؟ في مخلوق جوه الليفر، زي ما كان في زمان الميتا السكريه بتلعب في الليفر، صح؟ يروح بعت كميه ترافيلز بالهبل للليفر، شوفي ايه اللي جوه ده؟ يبعتها في ايه؟ في بلاد، فالدم يحتقن في الليفر او الليفر يحتقن للدم يوم يكبر او كده، دي اسمها ايه؟ هيباتو هيباتو ايه؟ ميجن، مش عارفها؟ هيباتو ميجن، يعمل ستريتش الكبسول بتاعته يحصل هيباتيك بين اند هيباتيك تندرنس، دي حاله هبله ما فيهاش حاجه، دي اسمها ديفيوز انيميك هيباتايتس، لسه ديفيوز هيباتايتس هبله ما فيهاش حاجه الا شويه فوكاي اوف نيكروزز. العيان راح للدكتور؟ لا، راح مطنش، قام حصل ايه؟ قام الفوكاي اوف نيكروزز دي قلبت على السرز، بص معايا في الرسمه، والالسرز لحمت مع بعضها بقت سنجل السر،
والانسر حصل لها سكند انفكشن كانت ايه يا دكتور؟ اميبك ليفر ابسس. خطيره دي، دي كيس في الامتحانات بنموت في الكلمه دي، اميبك ليفر ابسس. يبقى الحوار كان ابسس فروم ذا ستارت ولا اتدرج؟ الاول كان فوكايف نكروزز اللي اسمها ديفيوز اميبك هيباتايتس، وبعدين عيان طنش فدخلنا غرف دخلنا على ايه؟ السرز. اتجمعت بقت ابسس، حصل سكند انفكشن عليه، بقى ايه يا دكتور؟ بقى اميبك ليفر ابسس بايوجينيك ابسس مهبل. دكتور مين اللي بيبقى في الرايت تو اوف ذا ليفر؟ اشمعنى؟ اشمعنى الرايت تو اللي هنا؟ هو كل حته شغال في الليفر عادي، بس اكتر الناس اقرب للمصدر. هو ايه المصدر؟ السيكامول ابندكس، صح ولا لا؟ طب خليكم معايا لو سمحت. يبقى اكتر مكان في الليفر بيصاب بالابسس هو ايه؟ الرايت لوب. طب الابسس ده جواه ايه يا دكتور؟ نفس السؤال اللي سالته في الالسر دي، ايه اللي جوه الابسس ده؟ اللايس هيماتوسايتس اللي اتحرقت، واللي حرقها هو مين؟ التيشو تروفوزيوم. قاعد في النص في السلاله ولا على حواف النفس؟ على حواف النفس. اشمعنى؟ لنفس السبب اللي كان على حواف الالسر في الهندسه، عشان يعرف ياكل في الليفر الحي. فهمت ولا لا؟ بص بقى الحته الخطيره اللي هي قبل خمس. لو احنا خدنا، بص لي، دخلنا ابره جايدر بالسونار كده ودخلناها في الابس ده وشفطنا، يطلع فلويد عامل زي الشوكولاته بالظبط. احنا خدنا الشوكولاته مره واحده قبل كده ودلوقتي مره، هما مرتين، مره من بقك دي البارابولماس وسترنيه، ومره من الانتيريو الابدومينال وول من الشفطه كده دي الاميليك ليفر ابسس، وانتهت الشوكولاته على كده معايا. فهمتوني ولا لا؟ شوكليت كلر بس، مش سيوت بس. ماشي ركزوا معايا بقى يا ابني، بص لي لو سمحت. بيشبهونا شكل غريب جدا. في سمكه معفنه كده اسمها سمكه الانسولين، بتتقشر ساعات عند محلات البيتزا، يقعدوا يبشروها كده على ويحطوها على يقطعوها، هو سمكه على سطح البيتزا ولا بالانشوجا، بيتزا بالانشوجا. المهم السمكه دي بتجيلنا من بره مستورده في علب زي التونه. التونه تبقى محفوظه جوه ايه؟ جوه زيت، صح؟ جوه العلبه. انما دي تبقى محفوظه جوه العلبه جوه صلصه. الصلصه دي لونها شوكولاته بالظبط. فقال لك هنسمي السطيف ده انشوفي سوس باس، نسبه لصلصه الانشوجه اللي حوالين سمك الانشوجه. قال يعني مفيش حاجه شبه الشوكولاته غير دي. يمكن عندهم هم دي حاجه مشهوره، مش كده سموها كده التوني. المهم فهمتوا الكلمه جايه منين؟ الكلمه دي خطيره في الامتحان يا ابني. في الكيس تسمع رغي كتير ملوش معنى، وقاعد عمال ايه تلف ودور كده مش عارف ايه الكيس اللي هتبقى دي، لكن تسمع كلمه انشوفي صوص بس حاجه واحده، مين على طول؟ اميبك ليفر ابسس. قول لي بقى العيان اللي عنده الحرق في الليفر ده، ده حرق في الليفر، هيشتكي من ايه؟ اولا هيتوجع ولا لا؟ عادي كده بيس ولا ده؟ اولا تخيل انت عندك حرق في صباعك ما بتنامش بالليل، ده بقى حرق في قلب الليفر. يعني الوجع مش وجع تستحمله، سكينه مكشوفه في الحته دي، حتى بيسموها كده في الريفرنس سيفير شارب ستابنج بين، كانك رشقت سكينه في الحته دي. والوجع من كتر ما هو زياده بيسمع في الجنب اليمين كله، كتفك اليمين، رجل اليمين، ظهر الناحيه اليمين، فهمت ولا لا؟ يبقى الالم فظيع جدا. الليفر حالته متهوله، هتلاقي فيه ليفر انزيمز عاليه، هتلاقي فيه جوندس، هتلاقي فيه هيباتوميجالي، هيباتيك تندرنس، صح ولا لا؟ اقصد ان احنا ممكن نخش في ليفر سيل فيلير، يعني ممكن لو في مالتو الابسيس يعني مفيش ليفر، صح ولا لا؟ فهمتوني؟ ادي الاعراض بتاعه الاميريك ليفر ابسيس. طيب دكتور ممكن حته، لا احنا خلاص فضلنا ساعتين خالص، مش فاضي. يلا ركزوا معايا، نقلب. لو ساب الليفر وخرم الديافراجم وطلع على اللنج يعمل فيها ايه؟ لنج ابسيس. والف اي اعراض لنج؟ اي حاجه، اي حاجه شغاله، فيفر، ديسنيا، كافريكس، ميتوجنوكس، اي حاجه لنج. طب لو راح مع الدم وراح البرين، الكتاب والورق زي الكتاب، كاتب لك سي دي اس مانفستيشن وخلاص، مش هتكلم مع حضرتك. طب لو راح مع الدم ورشك في الجلد، يعمل لك السر في الجلد. واحده واحده بقى، هو انهي جلد اللي ممكن يوصل؟ جلد الابدومين اللي هو قدام الليفر اكسس لو حصل فيستيو، صح ولا لا؟ بس محتاج واحد كبير وكمبرمايز جدا جدا زي الايدز كده، بس الحمد لله الايدز خلاص ما عندنا، الحمد لله. يا محمود سامي بس معايا بقى، شوف كاميرا بس، تفرق؟
يعني اسمعنا انا ده كانت معايا يعني. طب خليك معايا بقى هتقول ايه قبل الكفته؟ انتيرا دون الاول. طيب مفيش مكان تاني في الجلد؟ انت بتقرا وتقول لي انس بالانس طبعا. لو في مش تحت عند الريكتم ده هو البؤره بتاعت الالسر دي صح ولا لا؟ ممكن يحصل فيستيرا تطلع على جلد الانس. يبقى ايه المكانين اللي في الجلد اللي ممكن يتاثر بيهم الانسان؟ فين وفين؟ انتيريور ادومينال وول قدام الريكتم فيبر ابسس او الجلد اراوند الانس. فهمتوني ولا لا؟ بالمناسبه قصه الجلد اسمها انيميك كيوتس. حط عليها علامه مهمه جدا انيميك كيوتس. ادي كل دي الاعراض الجانبيه او الاعراض بتاعت الانيميك ديزن. بتبدا من ستايمن بتبدا مش قد السنه في ايه؟ في اعماده بتاع الكبده اللي هو مين؟ الاسيمتوماتيك هيلث كارير. سيبناه ما عالجناهوش راح داخل في الايه؟ في الاسباينال ليجن بس اللي هو هناك ده صح ولا لا؟ اللي هو في الحيطه بتاع الديسك وعمل لك ايه؟ اكيوت وكرونيك وكومبليكيشنز صح؟ سيبناه راح داخل في مين؟ في الاكسترا ستايلر اميليزز. راح على الليفر عمل ديفيوز هيباتايتس وبعد كده عمل ليفر ابسس. راح على اللنج ابسس وبلاوي. راح على البرين سينس انفيتيشن. راح على الجلد كيوتس فين وفين؟ تبقى دول الاول وبرين صح ولا لا؟ حلو جدا. ادي الاعراض عايزين نشخص يلا شباب ركزوا معايا. عايز اشخص المرض. على فكره الجزء بقى من الحصه كلام صغير خالص بقى خالص التقل كله خلص خلاص مع الكلينيك كونديشن. حتى الدايجنوس مش يعني عبيط خالص. ركزوا معايا. دكتور كده انا عندي حالتين. انا مش هينفع اشتغل كده عايز اخلص. انا عندي كده حالتين بشخصهم. الستاينر اسمها الستاينر صح؟ واحد الستاينر يعني مش شوف دلوقتي الاسم بس هتحلل ايه؟ كله يقولها لي ستول. ايوه ستول تمام. ركز معايا بقى الستول ده متوقع تلاقي فيه ايه؟ تروفوزويد ولا سيست؟ ايوه كده انا عايز اعرفها بقى انا كده ما فهمتش حاسه خلاص على حسب الكونسستنسي والستول سامبل. لو كان لسان ميه الاقي ايه؟ تروفوزويدز الاقي تروفوزويدز. لو فورمد او سيمي فورمد الاقي ايه؟ سيست او ريزيست هي سيست يعني حلو قوي. طب خد بالك انت دكتور معمل الراجل جاب لك العينه قال لك انا عاملها امبارح بالليل وسيبها في الثلاجه مثلا في برطمان عندي ما ينفعش لان لو فيها تروفوزويد بيموت في خلال نص ساعه بالليل ايه يعمل حاجه ما ينفعش لازم تعمل فريش. البريكوشنز بتاعت الستول ده مهم جدا يعني يكون في المعمل دلوقتي معمول. طب جابها لك فريش قال لك اتفضل صحيح يا معلم. تقوم انت برضه غبي تروح حاطط على البنش وراح تتغدى وترجع تاني ما ينفعش اقول يبقى تعمل ودن 30 مينتس ماكسيمم من ايه من خروج العيال من الراجل فهمتوني؟ يقول لها بريكوشنز طلعت نيجاتيف على طول اروح رافع نيجاتيف في التقرير؟ لا ممكن يكون النهارده ما نزلش ستات ولا حاجه فاهمين؟ اعيدها بكره اعيدها بعد يومين ثلاثه يعني ايه مش في ايام متوازيه. يبقى انا عندي ثلاثه بريكوشنز لازم ايه؟ اذا كانت نيجاتيف ولا بوست. واحد عينها فش، اثنين تتفحص خلال 30 دقيقة بالكثير، ثلاثة تتعدى ونيجاتيف، صح ولا لا؟ طب ادي البريكوشنز، واحنا اتفقنا لو اسهال مية الاقي ايه؟ ها؟ تروفوزويد، لو فورمي لو سيمي فورمي الاقي ايه؟ سيست او بريسيس، حلو قوي. طيب يبقى لما يقول لك ارسم دايجنوستيك ستيج اوف هيستوريزيس هترسم مين؟ كله، وتقول لي ده فين وده فين وده فين، فهمت ولا لا؟ كل رسم اللي قدامك. طب ركزوا معايا بقى. بعمل حاجه اسمها غير التسمير. اخد عينه ستول حته صغيره كده ادور شويه صلاين واحطها على شريحه ازاز. لو فيها سيست هتبان واضحه كده زي الفل. لو فيها تروفوزويد مش هيبان قوي ان هي فيها ساكن هيبان حاجه الريجنر وفيها صباع كده بتجري وراه. ايه الصباع اللي بتجري بيه ده؟ ده السودوبوديا بتاعنا فهمتوا؟ طب الستول مليان قرف وكلاكيع واندجستد فود فاكر الشيستوزوم؟ كونسنتريشن ميثود من غير ولا كلمه كلمه بس كونسنتريشن ميثود نقطه فهمتوا ولا لا؟ طب انا قلقان ما يكون في حاجه جوه بعمل ايه كده في كلكوعه؟ اخش للمنظار السيرولوجي باخد بايوبسي فهمتوني؟ سهل الكلام؟ طيب السيرولوجي مش ليه قيمه قوي في الستاينل لان الستاينل جدا على طول زباله في السكول مش محتاج بقى خلاص اجيب لك سيست اجيب لك بروفايل. الستاينل ده برضه الافات والنهات فاكر الهبل ده؟ والاليزا والاميونوكروزيرابي في الكلام الفني ده كله في السكول ولكن مش بنفيشال قوي بالنسبه ل دكتور هو البايوبسي ده بعمله امتى يا دكتور؟ ايه؟ البايوبسي
لو انت مثلا شاكك ان في قصر ولا لا، بتعمل ايه؟ تعمل جوه كده، بتحس ايدك في كلكوعه، عايز تشوف ايه جوه ده. كونسنتريشن لو السكول مليان اندر جست الكود مغطي على الايه الدورفايز. ايوه دكتور. لا هنا في زوفين تكوش في البصور، مش عارفه المايكرو بس عايز ان انت مات سنس بتختارك الول بتاع التستنج عشان تهاجم الضغط وتموت معاه وتنزل في الصوره، وده بيكون احد اسباب التهاجم اللي بيحصل في التست. الدنيا فلما تتكسر وتموت تنزل عشان ليه؟ شارك وبالي كريست دكتور. وانا هو جسمك يا بابا، مش جوه، مش بره الجسم يعني. بره مش بره هيموت لو نزل تروزيه تصعه هيموت. لا طب لو نزل سيستم حطيت عليه صلايم مش هيرجع لا خالص. ده لازم ظروف بجد جوه جسمك. بس ده انت عشان ده الكوع هتحط كاميرا الصلايم. تاني حاجه احنا قلنا السيستم بيحصل له اوبزرفيشن اوف سيستم في السيستم. لو فورمت لو فورمت تستحمل معاك. روح الغد. تالت حاجة دكتور، انت قلت اتنين بس. لا خلاص والله انا سامع. خليك معايا بقى، عايز اشخص الاكسترا انتستاينال ديزيز. ركزوا معايا بقى، خرجنا بره الانتستين يا ابني. بص لي لو سمحت، يبقى السيروجين ما كانش ليه قيمه من شويه، بقى هو القيمه اللي هو دلوقتي ان انا خرجت بره الانتستين خلاص، صح ولا لا؟ يبقى برضه النفاق والنهاق والاليزا، واطلع الانتجن انتي بادي ضد البارازايت. طب اصور، اصور بايه؟ بالاكس راي، بالسي تي سكان، بالام ار اي، واتفرج الاكسس ده في الليفر، في اللنج، في البرين، صح ولا لا؟ فاهمين يا شباب؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ادي كمان ادي طريقتين اهو، سيرولوجي والتصوير. في طريقه هبله بيقول لك البي سي ار. ماشي. يعني اخد السيرم بتاع العين وادور فيه على الدي ان اي بتاع البارازايت ده. هنلاقيه بس غالي شويه البي سي ار دوت ومكلف جدا العين. فهمتوني؟ يعني طرق التشخيص الاساسيه بتاعت الاكسترا سهل بيزس. يقول لك لو عملنا نظر تيست مثلا سي بي سي ممكن تلاقي انيميا، تلاقي تروفيلو، صح ولا لا؟ هتلاقي حاجه مهمه قوي اسمها بي ان ال، سمعت عنها؟ بوليمورف. بوليمورف نيوكليا ليبكس. اسمع يا باشا، الشريحه دي يمكن دي اخر كلمه مهمه في الاسئله. اسمع معايا، البي ان ال دي بتخرج ضد ايه؟ لما يخش جسمك ايه تخرج تخلق ايه؟ ضد البكتيريا. برافو عليك. إذا لو أنت عندك بكتيريال انفكشن هتلاقي في دمك البي ان ال بالعبيط بالهبل، صح؟ عشان ده الجندي المناعي الأول ضد البكتيريا. إنما في الحالة بتاعت النهاردة مين الجندي المناعي الأول؟ ينزلوا فيه. بس مين المرض خطير قوي وتقيل ممكن يوصل للبنين ويقتل؟ فربنا مبرمج البي ان ال والنبي عشان خاطرنا اطلعي وجبي مع الزينوفيل. اطلعي معاها شوية ساعديها. مش اطلعي بكل طبعا عشان احسن يحصل بكتيريا انفكشن ولا حاجه، صح ولا لا؟ اطلعي بحبه كده زقي مع الايزينوفيل، فاهمين قصدي؟ يبقى بتطلع بكثافه ولا بقله؟ بقله بس بتطلع. فهمتني؟ الكلام ده ما بيحصلش في الفيرال هيباتايتس. يبقى لما يكون عندي ديفيوز هيباتايتس هي انيميك ولا فيرال؟ بقيس ايه بي ان ايه العين شويه؟ يبقى دي فيرال ولا انيميك؟ لانها ما بتطلعش مع الفيرال. فهمتوني؟ يبقى لو قال لك هاف تو ديفرنشيت بين انيميك هيباتايتس اند فيرال هيباتايتس، كلمه واحده بي ان ال موجوده تبقى انيميك هيباتايتس، مش موجوده تبقى فيرال هيباتايتس. حلو دكتور، ليه ما اعتمدش على التكنولوجيا؟ بقول لك المرض خطير، الحاجه كانت كام ساعه؟ في الدايجنوز ليه ما اعتمدش على الرئيس الايزينوفيز؟ لو عاليه خلاص هو مش فيرال. لا 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 دي ملحوظه، بتتكلم في الفيرال هيباتايتس. الفيرال مش هيعلى فيه الايزينوفيز، صح؟ بالظبط كده. طيب انا لو لقيت برضه الايزينوفيز هعتمد عليه؟ ممكن طبعا، بس هو ممكن كلامك منطقي، بس هو الكتاب كاتب الحته دي عشان يميز لك البي. ماشي؟ طيب نركز بقى سوا، ادينا كده شخصنا. عايز علاج، اقلب يلا، اقلب الصفحه. هدفنا نخلص اهو. الاخ ده ليه دواء او ليه مجموعه ادويه. مش عايزك تبص ورق خالص، احفظ معايا. ده ليه مجموعه ادويه؟ ده ليه مجموعه ادويه. ده الدواء الرئيسي بتاعه اللي بيقتله. وانا لازم اكتب ده؟ ده عبده، لازم اكتب ده؟ ليه؟ عشان عم عبده ما يبهدلناش، صح ولا لا؟
طب ايه اللي بيبتل ده؟ ده هو اسمه داي ايودو هيدروكسي خط كده يلا غير دوزس طبعا داي ايودو هيدروكسي كين الدواء الثاني اسمه دايلوكسانيد فيوريت فوق 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 تو كلاسز اوف دراجز هتلاقوا نوعين من الدراجز بقى هم الدراجز اللي بتقتل اليومنا التروفوزويت اهم واحد فيهم داي ايودو هيدروكسي كين والثاني اسمه دايلوكسانيد فيوريت طب اللي بيقتل ده اهم واحد فيهم حبيب قلبي مين ده؟ الميتروميدازول اللي هو فلاجين ممكن بقى كلوروكين ممكن يوتين هيدروكلورايد دايهيدروميتين كلام فاضي ماشي بس الفلاجين تحفظه صمت فهمت؟ دكتور جالك يا عز ركز معايا جالك عيان اللي هو عم عنده شخصيا بنفسه قفشته تعالج ولا لا؟ اديله ايه في الهزمه اللي قلتها دي كلها؟ شكرا هو ده واحد دايهيدروكسيكين داي ايودو هيدروكسيكين او دايلوكسانيتيوريت اي واحد من المتاح صح ولا لا؟ هيخف وزي الفل فهمتوني؟ ركزوا معايا طب جالنا الراجل اللي عنده اكيوت اميبيك ديزنتري ده عنده من ده صح؟ يا ابني بص لنا على البورد وكمان ده جه منين؟ ما هو كان كده يبقى الراجل عنده ده شويه قلبوا على ده صح؟ يبقى قد ايه برضه؟ قد ايه هنا؟ داي ايودو هيدروكسيكين او دايلوكسانيتيوريت ومعاه بيتروميدازول لو راجل سيمبتوماتيك قوي تعرف ان جاله كمان سكندري بكتيريا انفكشن في بطن في بكتيريا في بطن كمان يعني ده عنده كمان حاجه محتاجه انتي بايوتيك تتراسايكل من غير دوز الراجل اللي عنده كل البلاوي دي في بطنه هتلاقي اسهال ميه فظيع يعني ممكن يجي له جفاف خصوصا لو طفل صغير فاهمين ولا لا؟ يبقى لازم يستريح في السرير وتدي له فلو ثيرابي كمان بالمره فهمت ولا لا؟ يبقى التسلسل في منتهى البساطه عندنا ده بس ندي ايه؟ داي ايودو هيدروكسيكين او دايلوكسانيتيوريت عندنا ده اذا ده بيقول ان كمان عندنا ده صح ولا لا؟ وانا مش جاي من الهوا يبقى ادي ده ايه؟ داي ايودو هيدروكسيكين او دايلوكسانيتيوريت وادي ده ايه؟ فلاجيل عندنا كمان بكتيريا ادي معاهم ايه؟ تتراسايكلين عندنا كمان جفاف من كتر الديهيدريشن ايه جفاف من كتر ده؟ عندنا ديهيدريشن خلاص ادي له ايه؟ دخلنا في الحاله دي اللي هو نهار ازرق بعد ليفر اتنط من الابسس. نصايه. ايه؟ طب ماشي خلاص ثلاثه؟ طب يعني ربع ساعه كده مش يلا خلصوا معايا يلا نكمل اهو. لا ده ليه معاك اسئله اسئله كله از بيفور از بيفور. يا ابني الحصه بتخلص خلاص والله بس انا كمان خلصت اهو. عايز اكمل بقى جاي ليفر ابسس. لا الحصه السبت اللي بعد الجاي. بعد الباسورج مع الدكتور كمان الساعه 1 اللي هو اللي بعد بكره لا اللي هو اللي قبل الدراسه لو في دراسه ان شاء الله. اه والله. طب اكمل بقى. جاله ابسس ادي كل الادويه تاني يا ابني رد عليا هو ده جاي منين؟ مش جاي من هنا؟ اللي هو كان كده؟ يبقى ادي ايه؟ اقول نفس القصه وانا عايز اقول لا ادي ده بتاعه وادي ده بتاعه وادي هنا داي اللي هو اسمه ده هيدروكليتين كمان فهمت ولا لا؟ ولو اقدر اعمل ابسس اسبيريشن واشفط الزباله اللي جوه ليا يبقى ريحت عيني فهمتني يا ابني؟ طب الحمد لله. واحد يقول لك واحد عنده قليل الليفر نفسه. يعني الليفر هو اللي متأثر. تديله ليه دواء يقتل ده؟ ايوه ليه؟ الانفكشن من اساس الغص جاي منين؟ من الانفكشن. فهمت ولا لا؟ فهمتوا؟ ده واحد بيشتكي من الليفر بس. تديله دواء يقتل ده ليه؟ لان ده هو اللي جاب ده هو اللي فهمتني بس نخش بعد كده على الريجن والكنترول محتاج اقولها هنا اكل ودبانه وغاض يعني ايه النظام بتاع نفس الاسكاس بالظبط ايه بالظبط الجدول اللي جاي ده اللي هو التفرقه بين الاثنين قصدي يعني انت المفروض تعالج ده ايوه الاولاني كده بس يلا خلص 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 دي مهمه مش عارف اكملها ايه معايا الجدول ده اللي هو التفرقه بين الاناليك والاسيلين ممكن يجي في امتحانات على طول انا بقول لك البتاع بتاعي دوت بيقعد 90 في 10 يعني 10% بس للسيمبتوماتيك يعني 90% اسيمبتوماتيك ورغم كده الشعب المصري كله عنده ديزن يبقى في كوز كان ديزن مشهور جدا ومنتشر جدا هي مين بقى؟ الملعونه اللي اسمها الشيجيلا باسيلاري دي بقى منتشره في كل حته الله ينور وبتعمل نفس الاعراض بالظبط بل اعنف بكتير وبتسبب ديزنتري برضه بس عشان هي بكتيريا وبس الله بسمي المرض ايه؟ انطقوا معايا باسيلاري ديزنتري الفرق بينهم واضح الاثنين نفس الاعراض بس مين الاعنف البكتيريا ولا البرازيت؟ البكتيريا
لان البكتيريا تتكاثر بعنف شديد جدا جدا عن البرازيت. خليكم معايا الحته دي مهمه جدا من غير جدول خالص. بصي دلوقتي بصينا اهو، ادي البرازيت اهو وادي البكتيريا اهي، مين اعلى في الاثنين؟ البكتيريا. يبقى اي عرض هقوله هقول لك مين قليل ومين كتير، مين كتير على طول؟ البكتيريا. البكتيريا واحده واحده كده. مين الجزء في الاميبا؟ انت بيبقى اسمه مين الجزء في البكتيريا؟ الشجيرنا بسيطه. طب الانكيوبيشن بيريود اكيد طويله قوي مع الاميبا عشان هبله، واحد اربع اسابيع على بيجي لي الاعراض، هنا واحد سبع ايام بس. طب سيبك بقى بص الكلام، يقول لك التوكسيميا اكتر في مين؟ وانت هبص بقى البكتيريا. طب التنسمس اكتر في مين؟ البكتيريا. طب النمبر اوف موشنز هتزيد اكتر في مين؟ في البكتيريا. طب التندرنس لما تدوس على البطن ما هو اكتر في البكتيريا، بس البكتيريا بتحرق الانتستين كلها، فتلاقي جنرالايز تندرنس في كل حته البطن. انما الالسر بتاعت الاميبا جايه في حته واحده، الحته دي بس اللي بتوجع باقي سليم، فهمت ولا لا؟ طيب تحليل البراز هنا وتحليل البراز هنا، في تحليل العين المجرده من بره كده اسمه ميكروسكوبي من بره كده، وفي تحت حته تحت الميكروسكوب اسمها مايكروسكوبي، صح؟ مايكروسكوبي ده كله حفظ وخلاص، يعني في الاميبا هسيبك الثاني الكرايم، هنا بيبقى ريحته في الاميبا وحشه جدا عشان الغازات اللي فيه، في البسلايه ريحته ملوش ريحه تقريبا، ريحه السول عادي خالص، هنا في ميكروسكوبات قليل، هنا ميكروسكوبات بالهبل، ده بعينيك المجرده. طب تحت الميكروسكوب اسمعني بقى، مين عنده تروفوزويت؟ البارازايت بتاعنا ولا الاميبا؟ البرازايت يعني الاستريتيكا ولا الشيجيلا؟ الاستريتيكا اللي عندها. طب مين عنده شارب لايننج كريستال في السكول؟ الاستريتيكا ولا البكتيريا؟ شارب لايننج كريستال هي دي الزيروفيلز، اكيد الاستريتيكا. طب مين عنده بي ان ال اكتر؟ البكتيريا. صح ولا لا؟ ده مرض بكتيري اصلا. ادوني اخر حته في الجدول دي، تيجي سؤال في الامتحان لما تخش بالمنظار تتفرج على القرحه، هل القرحه هي القرحه؟ بص معايا كده، بص لي يا دكتور، القرحه في البرازيت بتاعنا بتبقى بالطول، يعني ده الكولون اهو القرحه عامله كده بالطول، انما الكولون اهو برضه في البكتيريا تبقى القرحه بالعرض كده، ودي مهمه جدا جدا في التشخيص. ارسم دي تحت البرازيت وارسم دي تحت الشيجيلا، يبقى القرحه بتبقى بالطول في حاله البرازيت، البرازيتيك انفكشن، القرحه بتبقى بالعرض في حاله البكتيريا انفكشن. طيب بص بسرعه على اللي بعده، يلا هي الصفحه الانتيميا هيستوريتيكا انتيميا باكتيريا دي اشرحها القصه دي. عايز اللي بعدها اللي هو البلاتينيا كولاي. البلاتينيا كولاي ده خلاص يا حسن، بص بقول لكم ايه، القصه دي ان شاء الله يوم السبت مش بكره، اللي بعده الساعه 1 الظهر.